السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ضاحي، أهلا بيك. أستاذتنا الأستاذة منال، مرحبا، أهلا بيكم جميعا. أستاذة تسنيم، أهلا بيك. أهلا بيك يا شكسبير، وحشنا يا شكسبير. أميرة، أهلا بيك يا أميرة، منورانا. وريهام وهمس النيل، أهلا بيكي. أهلا بك يا تسنيم ويا أمل منال، أهلا بك. الحمد لله، والله يا منال الحمد لله، شكرا جزيلا. هبة عبد الحكيم، غيري بقى اسمك من جست 101 لاسم هبة. أهلا بك يا هلال. محمد فاروق، اهلا بيك. طيب انا عايزكم بقى ندعي اصحابنا بسرعة كده، نعمل شير للمحاضرة عشان نبدأ. ايه رأيكم؟ هتلاقيها على الصفحة يا امل، هتلاقي المحاضرات اللي فاتت على الصفحة. اهلا بيك يا محمود، اهلا بيك، اهلا بيك يا سيدي. اهلا جست 140، غير اسمك. اهلا بيكم جميعا. اهل تونس، والله كنا في سيرتكم الصبح. تحياتي لكل اهل تونس، والله كنا في سيرتكم الصبح. انا ان شاء الله جاي تونس ان شاء الله الاسبوع بعد القادم باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. تحياتي لاهل تونس، والله احنا بنحبكم جدا، وعندكم خامه طيبه جدا جدا. ويعني في ناس كانوا في زيارتكم امبارح والتقينا معاهم النهارده، قالوا لي يعني حاجه رائعه. فان شاء الله نلتقي بكم باذن الله. طيب ايه رأيكم، لسه العدد ما اكتملش، فايه رأيكم نعمل شير كده لأحبابنا كلنا ولزمايلنا، بحيث نبدأ محاضرة النهاردة. محاضرة مهمة جدا في البرنامج، وأتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى إن هي تكون مفيدة للجميع. مي خطاب، اقتراحك جميل، قولي للإدارة
محاضرة الآن، بس ندعي أصحابنا بس إن هم ينضموا لينا. جيسي ابعتيه على الإيميل، الإيميل بتاعي كتبته لكم المرة اللي فاتت. احنا مواعيدنا كل يوم جمعة واثنين من 10 ل 12 بتوقيت مصر. تسنيم ان شاء الله، وحتى الان لسه مفيش مقترح الشهادات، لكن هنشوف مع الإدارة. حاضر. طيب بسم الله نبدأ. خليني أسأل نفس السؤال بتاع كل مرة، مين أول مرة يحضر معانا النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعملي بول يا لبيك يا ربي. نشوف كده عدد الناس اللي هم الجداد قد ايه. بالنسبة للناس اللي أول مرة تحضر معانا النهاردة، البرنامج اللي احنا عاملينه اسمه برنامج خطوة بخطوة. ده برنامج تدريبي متخصص في تنمية المهارات البشرية، تنمية المهارات لينا كلنا وأنا أولكم. يعني أنا بعتبر البرنامج ده من البرامج التدريبية اللي أنا شخصيا مستفيد منها جدا. اسم البرنامج خطوة بخطوة. أهداف البرنامج، نحن نريد في نهاية هذا البرنامج منتج بشري له القدرة على طريقة تفكير إيجابية نافعة جادة. أهم حاجة عندنا في البرنامج إن مع نهاية البرنامج يكون كل واحد فينا قادر إن هو يكتب رؤيته في الحياة، رسالته في الحياة، أهدافه في الحياة، أدواته في الحياة بوضوح، ويستطيع إن هو يفرق بين الخاطرة والفكرة، ويفرق بين الفكرة العادية والفكرة المتميزة، ويستطيع ان هو ينقل ويحول الافكار الى واقع عملي، ينقلها من السطور الى واقع عملي في حياتنا، ويكون له القدرة على ان هو يتواجد في بيئة عمل جيدة وبيئة حياة جيدة، ويستطيع التفاعل مع فريق عمل وليس وان مان شو، وليس رجل او امرأة او شاب او فتاة احادي النظرة وهو شايف وجهة نظره بس والباقيين كلهم مش حاسس بيهم ومش عارف يتفاعل معاهم. واهدافنا برضو في البرنامج ده ان احنا نكسر الروتين، وماشيين بهدوء شديد. يعني احنا متوقعين ان برنامج التدريب ده ممكن يطول لمدة سنة، فالمرة اللي فاتت خدنا اليوم كله او المرة كلها بنجيب على الاسئلة وبنقرأ الايميلات اللي جات لنا لما طلبنا من الناس اكتب لي رؤيتك ورسالتك واهدافك وادواتك الان بادواتك الحالية. وبعد مرور المحاضرة الاولى والتانية اتبعت عدد كبير مهول من الايميلات، وانا فرحان لحاجة زي كده، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى قرأنا عدد كبير منها المرة اللي فاتت، والناس كتبت بشيء رائع، الرؤية والرسالة والاهداف والادوات. واتكلمنا عن معاني كتيرة جدا جدا في المحاضرة الاولى، وقلنا ان اصعب سؤال ممكن يسأله انسان في الحياة هو سؤال انت عايش ليه. وانا حاولت ادور على اصعب من السؤال ده، ما لقيتش اصعب من السؤال ده، ولقيت ان اجابة السؤال ده في احلى حالاتها وفي احسن حالاتها وفي افضل حالاتها لما حد يجاوب بطريقة جادة جيدة واضحة مرقمة غير قابلة للشك وغير قابلة للاضطراب. انا عايش ليه؟ عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى في من خلال ال4 دوائر دول. انا عندي رؤية في الحياة كذا، انا عندي رسالتي في الحياة كذا، انا عندي اهدافي في الحياة كذا، ادواتي في الحياة كذا،
وقلنا ان انسان مش عارف يكتب هذه الامور او مش عارف هو عايش ليه بمعنى اصح، دي مشكلة كبيرة جدا. ومرينا على افكار كثيرة يا شباب، وقلنا او على نقاط هامة وحيوية وحساسة جدا، وقلنا تخيلوا لو واحد عايش متخيل ان ادواته دي اهدافه، هيقعد يتعب الى ما لا نهاية ومش هيحصل حاجة في النهاية. قلنا على سبيل المثال واحد بيحب العلاقات العامة مثلا، فلكم ان تتخيلوا ان العلاقات العامة هي اداة، واحد بيتعرف على ناس كتير 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 ليه؟ هو لو لمجرد هدف هيعيش بقى الفترة دي كلها متخيل ان تعرفه على الناس ده هدف، فيفضل طول عمره بيتعرف على الناس ويكتب ارقام، يتعرف على الناس ويكتب ارقام، ويروح مؤتمرات ويروح ندوات ويروح علاقات، وفي النهاية يعني مش هيحصل حاجة، لان العلاقات ادوات وليست هدف. انا بستخدم العلاقات لشيء اكبر، لشيء اخر، لامور اخرى، وليست هي هدف حد ذاتها. فقلنا الفرق الدقيق بين الاهداف والادوات لازم ناخد بالنا منه. انا بحب اصحابي وجيد التعامل مع الناس وجيد التفاعل مع المجتمع، فلكم ان تتخيلوا ان واحد بيتفاعل مع الناس وشايف ان ده هدف، كارثة. لا، انت عندك مهارات التفاعل، عندك مهارات العرض والتفاوض، عندك مهارات التعامل مع الاخرين، ده اداة عشان تبني حلمك وتبني اهدافك وتبني اهداف الاخرين وتقف معاهم وهو الى اخره. فدي كانت المحاضرة الاولى. المحاضرة التانية ركزنا على معنى مهم جدا جدا جدا، طبعا المحاضرات دي كلها مسجلة، اتمنى ان انت تخشوا على الصفحة وتشتغلوا عليها، تسمعوها الأولانية والتانية وتبعتوا لنا الاكسرسايزز اللي فيها. في المحاضرة التانية قلنا من فين نبدأ، فقلنا ان في ملمح مهم ما ينفعش يعدي من علينا مسيحي او مسلم، ان علاقتك بربنا هي اللي هتحدد وتقرر انت هتنجح قد ايه، ونوع النجاح اللي انت هتنجحه، وهتنجح ولا لا اصلا، وشكل العلاقة بينك وبين الكون كله كيف تكون، وكيف يصبح التناغم بينك وبين الدنيا كلها ماشي في أي اتجاه. وركزنا قوي على المعنى ده، اتمنى من السادة الحضور ان هم يرجعوا للمحاضرة واحد وللمحاضرة اتنين ويتابعوا معانا. الخطوة التالتة اللي هي المحاضرة التالتة اللي هو كان الجمعة اللي فاتت، فتحناها كده قلنا طبعا هيكون عندنا عنوان اسمه انت صاحب المشروع، اتكلمنا عن انت صاحب المشروع، قلنا ان فينك انت من هدهد سليمان. هدهد سليمان قصة مشهورة معروفة للجميع، قد ايه كان قلبه بيحترق ان هو يقدم الخير ويقدم الـ رسالة في الحياة. زعلان هدهد سليمان ان في ملكة سبأ بلقيس بتعبد حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، وهو شايف ان دي رسالة يقرب الناس من رب العالمين. فكان هدهد سليمان نموذج كبير خدناه المرة اللي فاتت. وقلنا طفيل بن عمرو برضو مجرد ما اسلم هو راح قال له يا رسول الله ارسلني داعية الى قومي و الى اخره. محاضرة النهاردة انا عايز ااكد معاكم المعاني دي كلها وانتقل مع حضراتكم خطوة. لو سألت نفسي فين الخطوة التالية، يعني يلا بقى ناخد خطوة كده عشان نؤكد ان احنا عايزين نكون ناس على قدر من المسؤولية ويحطوا رسالة ورؤية واهداف وادوات. حقيقة انا هقول لكم على تجربة حصلت معانا. كان عندي حلقة امبارح على قناة النيل، وكنا بنفكر كده وبنمخمخ وبنتكلم حوالين الاعلام وازمه الاعلام. انا بما انكم او بما ان البرنامج، وانا قلت لكم من شويه ان احنا عايزين طريقه تفكير، فخلوني افتح معاكم كده يعني دماغي انجاز التعبير، وافتح معاكم شكل النقاش، و يعني اعتبر ان انت دلوقتي على مائده عصف ذهني. عايز اسمي النهارده محاضره بعنوان على مائده العصف الذهني. ركزوا معايا كده، انا هطرح معاكم دلوقتي موضوع، وطريقة التفكير في الموضوع ده يمكن هتوصلنا هو برنامج خطوة بخطوة عايز يوصل معانا لفين. الموضوع بيتكلم عن اللي احنا ناقشناه امبارح على التلفزيون على الهواء مباشرة، كان بيتكلم عن الاعلام، كيف يدير الاعلام الازمات. شوفوا كده معايا السكوب ده، شوفوا معايا كده اللقطة دي او المشهد ده. احنا بيحصل عندنا ازمات وبنبحث عن حل لهذه الازمات،
ولكن كثيرا ما بيكون الطرح او بتكون الحلول انصاف حلول. فلو عندنا الاعلام معرفش يغطي في مصر مثلا احداث زي ماسبيرو، فبنسأل هو كان فيه مشكلة، فنلاقي الاجابة ان كل الناس عمالة تقول ان الاعلام ما راحش مكان الحدث بسرعة، او الاعلام راح بس ما كانش محايد، او الاعلام راح بس كان بيتكلم بصوت الدولة والدولة وحشة ولا حلوة، مش ده موضوعنا، او كذا او كذا او كذا او كذا. هسألكوا سؤال، هل ده الإعلام في وجهة نظركم؟ يعني هل هنا الإعلام أخطأ؟ هل دي الأزمة اللي أنا ذكرته من شوية، ده هو ده الأزمة؟ ولا في حد في حضراتكم ممكن يوصلنا لسبب الأزمة الحقيقي؟ السؤال، لو سألنا الإعلام في الفترة الأخيرة فين مشكلته؟ الإعلام في أي دولة، أي حد حاضر معانا من أي مكان، وبسأل أنا السؤال ده، إعلام بلدكم أخباره إيه وإيه المشكلة فيه؟ أنا هاخد كده 5 6 إجابات منكم وأبني عليها اللي عايز أقوله. سهام بتقول أزمة فينا إحنا. مديحة بتقول الإعلام طبعا ده دور كبير، الإعلام موجه ومسيس. طيب جست 79، أزمة ثقة، فقد المصداقية، سبب الأزمة إن الدولة تجاهلت مشكلة الأقباط منذ البداية، فقد المسؤولية، إعلام متخبط، عدم المصارحة والمكاشفة. ما بيجيبش الرأي والرأي الآخر بحيادية. الإعلام لا ينقل. لسه في سبب أنا نفسي أسمعه من حضراتكم، يعني أنا في سبب نفسي أسمعه من حضراتكم، مش مستقل، يتحدث بغير ما يشعر، بينافق الحاكم، الثورة لابد، كل دي ردود من الناس، بيقول كلام لمجرد مبيعات الجريدة، تمام، فاقد آثار الفتنة، بيهول، عدم النقل، خطر على عدم التواصل مع الناس بشفافية، بينافق، بيتبع النظام، متخوف من انه يقول الحقيقة، مسكنات. طب خليني اسألكوا سؤال، اللي الصوت كويس عنده يضغط 6. خليني اسألكوا سؤال، طيب ركزوا معايا كده في السؤال ده، ركزوا معايا في السؤال ده، شوف كده، قول لي طريقة التفكير اللي احنا هنقولها حالا دلوقتي وركز كده معايا واسمع رأيك. لو انا قلت لكم على ان في المشكلة كبيرة 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 الناس مش حاسة بيها، ومشكلة صغيرة جدا 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 الناس شافتها كبيرة، توصف المجتمع ده بإيه؟ شيماء اكتبي عربي أرجوكي. تاني سؤالي تاني، لو في مشكلة في الإعلام كبيرة الناس مش شايفينها، وفي مشكلة صغيرة الناس شايفينها كبيرة، تسمي المجتمع ده إيه؟ باصص تحت رجلي يا محمد فاروق، أشكرك، كلام محترم جدا جدا، أشكرك. الإعلام ركز، فالناس اتبعت الإعلام. طب وهي الناس يعني ما سبحان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إماعة، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، ولكن وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. عدم تأثر الإعلام بالمجتمع، قربت يا منال من الإجابة.
في عزل، كلام مهم جدا. مجتمع يهوي الحقيقة، مجتمع متخبط. طب أنا هقول لكم إجابة قولوا لي رأيكم فيها. أنا إجابتي على هذا السؤال إن لو في مشكلة كبيرة في الإعلام الناس مش واخدة بالها منها، وفي مشكلة صغيرة جدا الناس شايفاها حاجة ضخمة قوي، ده أنا في وجهة نظري إن هذا مجتمع لم يختار لنفسه من البداية إعلام يقدم ما يجب أن يقدم، يقدم الوجبة الحقيقية المطلوبة. هذا إعلام ضلل الناس، أتعب الناس، غير من ثقافة وفطرة الناس، فجعل الحسن قبيح والقبيح حسن، فجعل الناس غير قادرة، حتى الأمناء من الناس وحتى الكويسين من الناس أصبحوا غير قادرين على تحديد ما يجب أن يكون أين ومتى وكيف، وغير قادرين على انتقاء الغث من السمين والفصل بين الحسن والقبيح. مين يوافقني في الإجابة دي؟ اللي يوافق على الإجابة دي يضغط واحد، اللي ما يوافقش يضغط اتنين ويقول لي ما يوافقش ليه. طيب الناس اللي ضغطت اتنين، حد يكتب لي كده، يكتب لي اتنين مسافة ورأيه. المجتمع ليس له اختيار. تعالوا بقى، ايه كلام جميل، ايه تاني؟ واحنا مستسلمين. ماشي يا أميرة. الناس تقفل الياهو والسكايبي واي برنامج داونلود عشان مشكلة الصوت. تمام، او نغير المتصفح لفايرفوكس. تمام، طيب تعالوا كده نخش مع بعض في الجزئية دي كده، الشعب يصنع اعلامه ولا يختار اعلامه. الشعب يصنع اعلامه، وده اللي حصل، ان من خلال الفيسبوك، من خلال التويتر، من خلال اليوتيوب، اصبح في حاجة اسمها المواطن الصحفي، اصبح ان في حاجة اسمها المواطن الاخباري، اصبح المواطن صانع محتواه، المواطن صانع مستقبله. فالشعب يصنع اعلامه ولا يختار اعلامه. عدم ترابط وتبادل الافكار، مجتمع ما كانش بيشوف ان الاعلام من الاولويات. يبقى الكاتب جست 186 غير اسمك عشان اعرف اناديك باسمك. طب ما الاعلاميين دول من الشعب برضو. مظبوط، الاعلاميين من الشعب، ولكن احنا نريد الافضل يتقدم بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه وكل الكلام اللي احنا عمالين نردده في كل مكان ده. الافضل يتقدم. طيب تعالوا كده هعيش معاكم دقائق في وجهة نظري، وبرضو اسمع منكم اكثر. طيب بصوا معايا كده، ايه رأيكم في وجهة النظر اللي بتقول احنا نسأل نفسنا سؤال كبير جدا 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 جدا، هو ايه اللي الناس لازم تعرفه، وبعدين ايه اللي الناس لازم تشارك فيه؟ ده اول سؤال، اول سطر. ننتقل لدرجة بعد كده، هو ايه اللي الاعلام لازم يقدمه للناس. انا بعتبر ان احنا ما عندناش تلفزيون، تخيل كده معايا البلد اللي انت فيها، تخيل بس معايا ان احنا ما عندناش تلفزيون ولا قنوات ولا فضائيات ولا اي حاجة، ولكن انتقلنا من كوكب الى كوكب، فاحنا كنا في كوكب اسمه الارض في كل المشاكل والاخطاء دي، وبعد كده انتقلنا الى كوكب تاني اسمه كذا. تمام، الكوكب التاني اللي احنا انتقلنا اليه في ناس بتقول يلا نعمل اعلام من جديد، واول حاجة بنسأل نفسها هو الناس لازم تعرف ايه، الناس لازم تتفاعل في ايه، ايه الوجبة الاعلامية التي يجب ان تقدم، ايه الوجبة الاعلامية التي يجب ان تطرح. دور الاعلام في تثقيف الناس، دور الاعلام في تنوير الناس، دور الاعلام في توعية الناس، دور الاعلام في تعليم الناس، في تدريب الناس، في توجيه الناس، دور الاعلام في حشد الناس، دور الاعلام في بناء حلم للناس،
دور الإعلام في بناء الشخصية، دور الإعلام في بناء الموروث وتراكمات الموروث الثقافي، دور الإعلام. طيب ننتقل لحاجة درجة بعد كده، هي المعايير التي سيطرح بها هذه الأعمال، وبدأنا نسمع من الشعب أنت عايز إيه وبأي معايير، فإيه معايير الجودة المطلوبة، إيه معايير العمل المقدم من حيث المحتوى، جودة المحتوى، الجودة الفنية، جودة الطرح، جودة التفاعل، جودة التوقيتات وإلى آخره. وبدأنا نطلب من الناس ونطلب من الشعوب، كل واحد في بلده وكل واحد في مكانه، لو سمحتوا حطوا لنا طرح عشان نعمل لكم إعلام. إخواننا أنا في البرنامج ده، في برنامج خطوة بخطوة، زي ما بدأت كلامي وزي ما قلنا في المحاضرة الأولى والتانية، أنا حابب أخرج بطريقة تفكير، ويمكن هنفتح بقى الطريقة أكثر إن هي تكون بتفاعلية بالشكل ده. فركزوا كده معايا ونشوف الموضوع يوصل معانا لفين ويتركب معانا إزاي. طيب كمل معايا كده. فبدأ الناس وبدأت الشعوب تعمل إيه، برين ستورمينج، عصف ذهني، ويقعدوا على طاولات كبيرة. طبعا ما اعرفش طاولة قد ايه اللي ممكن تستوعب شعب كامل، ولكن ممكن تتعمل الكترونية، ممكن تتعمل من خلال في كل محافظة لجان. الناس مهتمة باعلامها، الناس عايزة تبني ثقافة اعلامها. وتعلمنا من تجارب بقى اللي فاتت، تخيلوا بقى الكوكب اللي احنا رحنا له ده عايزينه يكون حاجة محترمة، حاجة نظيفة، والكوكب اللي احنا فيه دلوقتي فيه اخطاء. ومن اخطاء الاعلام اللاذعة دلوقتي انه استطاع ان هو يقدم شخص ونقيده، ونقيده والعكس بتاعه، الفيروس والانتي فيروس، او تحديدا الانتي فيروس والفيروس اللي يضربه، وده نجم وده نجم، فيقدم فلان ان هو بيتكلم في الفضيلة ويعلم الناس ان ده نجم، يعني ده راجل شيخ او راجل داعية او مفكر او عالم من علماء النفس او استاذ دكتور في جامعة كذا، حد عنده فكر وعنده طريقة طرح فعلا قيمة تستحق الاشادة والشكر، ويقول عليه نجم. ويقدم واحد تاني بيعمل مشهد دعارة مثلا في فيلم من الأفلام أو في مسلسل من المسلسلات، أو واحدة بتشتم بالأب وبتسب وبتاع، ويقول عليها نجمة الجماهير أو إلى آخره. ويقدم لعيالنا ويقدم لنا وإحنا صغيرين إن هو ده الشكل، ويبدأ يرسخ مفاهيم ويأثر حاجات في طريقة الجواز، في طريقة المعاملة، طريقة التفكير. الفهلاوي شكله عامل ازاي، الناصح شكله عامل ازاي، الولد اللي مقطع السمكة ودلع والتاني، ويجسد دايما المعلم ان هو ابو نظارة كعب كوباية كده ومش شايف قدامه بيكعبل، لكن الواد الصايع او البلطجي ده حد البنات كلها بتجري وراه، وشعره متسرح ازاي وطريقته وهندامه. ويجي في برامج التوك شو وتلاقي ان كل اللي بيقدموا برامج التوك شو اما ليهم اجنده سواء كذا او كذا او كذا، او ولاد فلان وفلان وفلان، فطالعين ان في كفاءات تانية مش موجوده مكانهم وهم مش مأدين الاداء الكافي. فهذا الاعلام، هذه المنظومه المتكعبله، ده اللي انا كنت اقصد بيه من شويه، المشكله الكبيره اللي الناس مش شايفاها. ده دي ازمه اكبر بكتير من موضوع ماسبيرو، أكبر بكتير من موضوع اللي حاصل في الحياة وحاصل في المشاكل اللي حوالينا، ده أكبر بكتير من الأزمات الحقيقية اللي احنا الناس شايفاها أزمات، ولكن هي أقل من هذا العمل الضخم، هذه الخطورة الرهيبة الرهيبة الرهيبة. طيب الكلام ده يودينا لفين؟ يلا نحط أسس إعلام في الكوكب التاني كده النظيف ده، ممكن تكون عاملة إزاي، ممكن توصل بينا لفين إلى آخره. فأنا هقول لكم أنا متخيل إيه؟ أنا متخيل نسأل نفسنا سؤال اللي أنا سألته الطويل اللي من شوية، الناس عايزة تعرف إيه وإلى آخره. أول حاجة، فين الوجبة الإيمانية، الوجبة الدينية، سواء للمسيحيين أو للمسلمين؟ لأن إحنا كمصريين دولة متدينة بطبعها، وكل البلدان، تونس فيها من الخير ما فيها، والأردن والمغرب والجزائر وإلى آخره. فأول حاجة زي ما اتفقنا في المحاضرة التانية، علاقة الواحد فينا بربه سبحانه وتعالى، أين الوجبة الدينية الفكرية الأخلاقية النفسية المحترمة الكاملة التي تقدم للطفل وتقدم للطفلة وتقدم للشاب وللفتاة وللمراهق وللزوج وللموظف وللتاجر وللصانع؟ وجبة كاملة موضح فيها ما يلي، موضح فيها معلومات تثري حياتنا، وهي معلومات
عملية فعلية تطبيقية، ليست مجرد كلام، معلومات واضحة المعاني المرقمة قابلة القياس عشان الناس تسمعها وتطبقها وتكون بأسلوب محبب. ده الكيان الكبير، الكيان الديني والأخلاقي والنفسي والمعاملاتي والثقافي والتنويري والتوعوي. ده الغطاء الكبير، ده الكيان الكبير، ده الإطار الكبير اللي بعد كده هنملى فيه دراما، وهنملى فيه فنون، وهنملى فيه كليبس وأفلام ومسرحيات داخل هذا الإطار، مش في إطار مستقل ينافس هذا الإطار الأساسي، فيحصل شيزوفرينيا عند الشعوب. ده اللي حاصل دلوقتي. الشتيمة اللي الأب ضحك عليها في التلفزيون هي نفسها نفس الشتيمة اللي قام ضرب عليها ابنه من شوية. واخدين معايا، واخدين بالكم معايا يا شباب؟ الشتيمة اللي الأم بصت كده للزوج وهي قاعدة قدام التلفزيون، يعني فيها لفظ مش عارف عامل ازاي، ويعني علاقة بين زوج وزوجته محدش يلومهم في حاجة، بس ما ينفعش اللفظ ده يتسمع، وما ينفعش يكون بين الأولاد. هي نفس الشتيمة أو نفس الكلمة أو نفس اللفظ الخارج اللي لما سمعت بنتها بتقوله لحد في التليفون قامت عليها بالشبشب، يعني كسرتها. ولذلك خلينا نقول إن إحنا محتاجين نفهم ايه اللي احنا عايزينه اصلا عشان نحدد هل دي مشكلة ولا مش مشكلة. ده رقم واحد. ورقم اتنين، هل هي مشكلة صغيرة ولا مشكلة كبيرة؟ ده رقم اتنين. رقم تلاتة، نقبل ولا نرفض بشكل عام حتى لو مفيش ازمات؟ واكتبوا عني دي، احنا كل مرة بنقول مجموعة من الجمل واكتبوها وعلقوها. اكتبوا عني الجملة دي يا شباب، اكتبوا عني جملة مهمة جدا 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 جدا. اسوأ شعب في الدنيا اللي يتقال له حس فيحس، او يتقال له ما تحسش فما يحسش. امال فين ادميته؟ فين انسانيته؟ تعال نرجع تاني. الاعلام يلا الجميل الراقي ده، يبقى ده طريقه التفكير بالنسبه لنا هي كده. فين الاطار الكبير من الاخلاق والاطار الديني والاطار كذا 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 كذا، ثم نبدا بقى نحط من خلال هذا الاطار القوالب التي تغذي هذا الاطار، مثل قالب درامي او فنون او الى اخره. مين متفق معايا؟ مين مختلف معايا ويقول لي رأيه دلوقتي على الشات؟ مها فعلا دي الحقيقة. تسنيم متفق تماما. شكسبير عندك حق. سارة متفقة جدا. بسمة أهلا بيكي. مصطفى أهلا بيكي يا سيدي. تمام. شكسبير، شيماء، إيمان، سمر. طيب تعالوا بقى ننتقل، بارك الله فيكم. إيمي أهلا بيكي، أهلا بيكي. تعالوا ننتقل إلى الدرجة اللي بعد كده. لو سمحتوا ممكن تتبنوا الرأي ده، ممكن تتبنوا الفكر ده. هقول لكم على موقف هو يعني حصل معايا من يومين في سيتي ستارز في مدينة نصر. أنا دخلت أعزكم الله الحمام، فالولد اللي جوه الحمام اللي هو ماسك المنديل وحاجات زي كده واقف بيتكلم مع الناس، وبعدين هو كده أي حد يخش ينكشه كده في موضوع الثورة وما ثورة وبتاع، وبيتكلم كلام ظريف لطيف هادي، يعني الثورة وإن شاء الله البلد أحسن وبتاع. هو شايف إن ليه دور إن هو يقف يتكلم مع الناس بالشكل ده، حتى لو كلمات بسيطة، حتى لو كلمات ظريفة، فبارك الله فيه. فأنا وأنا بغسل إيدي كده بقول له والله انت كلامك جميل، كلامك يعني عجبني. فهو ألدغ شويه، فاسمحوا لي اقولها لكم بالطريقه اللي هو قالها. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي والله يا باشمهندس، لو كان موبايلك اشتغل بما يرضي اياه ما كانش حصل كل ده. فطبعا انا قلت له تصدق انت لخصت الازمه، انت لخصت المشكله. بيقول لي لو كان مبارك اشتغل بما يرضي الله، واي حد في الدنيا من اول الموظف الصغير لغايه اي حد في التاريخ، لو ما كانش اشتغل لو كان اشتغل او لو اشتغل بما يرضي الله ما كانش حصل كل ده. طب يعني ايه بما يرضي الله؟ هل انت اهل كفء للمكان اللي انت فيه؟ حتى لو مدرس في مدرسه، حتى لو ناظر، حتى لو مدير، حتى لو فراش، انت كفء. طب انا مش كفء، ممكن تسيب المكان لغيرك او تلحق بسرعه تتدرب عشان تكون اهل للمكان ده وتحلل اللقمه اللي انت بتاخدها. عايز اقول ايه بالمثال ده؟ عايز اقول ان النهارده طريقه التفكير اللي احنا مفكرين فيها حط لها معايا دلوقتي يلا معايير،
دايما جيب من الاخر، دايما ما تفكرش في انصاف حلول. المشكله فين؟ في الاعلام مثلا على سبيل المثال، عشان ننتقل لنماذج اخرى، المشكله ان مش هي دي الوجبه بتاعتنا، مش هو ده الموضوع، مش شغال بما يرضي الله. الكلام ده مش مظبوط يا اخوانا. طيب هتقول لي طب ده في استاذ دكتور في كليه الاعلام كان مره قال، طيب الكلام ده اولا بيطبق، ده رقم واحد. رقم اتنين، عايز تعرف الانبوت كويس ولا لا، بص على الاوتبوت. عايز تعرف المدخلات كويسه ولا لا، بص على المخرجات. ومش شرط المدخلات تبقى 100% كويسه، بس المعالجه، احنا عارفين طبعا المعادله المشهوره، مدخلات مخرجات معالجه مخرجات. المدخلات ممكن تكون مش مظبوطه 100%، ممكن تكون من 75 الى 85% مظبوطه، الى 90% الى اخره، ولكن تيجي المعالجه تظبط المدخلات فتخليها مخرجات كويسه. احنا عندنا للاسف المخرجات بهذه الصوره، وارائكم كل يعني الاراء اللي انا سمعتها من حضراتكم اراء رائعه جدا 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 فيما يخص الاعلام. ده كان موضوع من ضمن الاشياء اللي احنا عايزين نشوف فيها طريقه التفكير ممكن يبقى عامل ازاي. تعالوا انتقل معاكم لجزئيه تانية، تعالوا نمسك ملف تاني مثلا. تعالوا ننتقل لملف التعليم، ملف التدريب. كم واحد في الحضور خد دوره تدريبيه؟ تاني عشان بس يبقى الناس مركزه معايا، محاضره النهارده بعنوان فكر، طريقه تفكير، التقييم. ليه عملنا خطوه بخطوه؟ احنا عايزين ناس عندهم طريقه تفكير، ناس بتجيب من الاخر. اوعى تتعلق باعراض المرض وتقول ده المرض. في فرق بين السخونيه والحمى. السخونيه عشان نقول ان في اشاره بس، لكن هي ليست المرض. ولذلك الكمادات مالهاش علاقة بدواء الحمى، كمان تنزل الحرارة، لكن دواء الحمى هو اللي بيعالج. إسعافات بس بسرعة مالهاش علاقة بعلاج المرض الحقيقي. خلوني أنتقل مع حضراتكم. الله يفتح عليك يا تسنيم، هو ده الكلام. الهدف خروج بطريقة تفكير وليس مجموعة أفكار. بسمة أنا موافقك جدا جدا، ابعتي لي حلمك الجميل ده. بسمة بتقول انا نفسي نبني جيل صح. احطيه تصور، ابعتي لي. الناس بعتوا لي حاجات جميله جدا 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 جدا. ابعتي لي وهنناقشه ان شاء الله باذن الله تعالى. هنتقل مع حضراتكم لملف التعليم وملف التدريب. كم واحد من الحضور خد دوره وخرج زي ما دخل؟ اللي دخل، اللي خرج زي ما دخل يضغط 3، واللي خرج واستفاد ودخل واستفاد وخرج يضغط 5. طيب هسأل السؤال بطريقة تانية، عدد الدورات اللي انت استفدت منها عمليا خرجت احسن ما دخلت، لو اكتر من عدد الدورات اللي انت خرجت زي ما دخلت اضغط 1، لو لا اضغط 2. طيب اللي عمره ما خد دورة في حياته يضغط 6، اللي عمره في حياته ما خد دورة. طيب خلونا نفتح مع بعض ملف التعليم والتدريب، وخلوني كده اسألكم كده واخش معاكم جيم. خليني اخش معاكم جيم، واي حد عنده اي تساؤل او كده خلونا في نهايه الجيم دي الخاصه بالتعليم. لو قلنا ان كتير من مراكز التدريب، يلا بقى احنا عايزين المنتج البشري اللي هو يتخرج من خطوه بخطوه يكون عنده هذه الطريقه في التفكير. لو قلنا ان
في عدد كبير من مراكز التدريب، وعدد كتير من عدد كبير من الجامعات بيقدم دورات تدريبية ما بتديش ناتج في الآخر، وما بتأهلش لسوق العمل، وما بتمنحش المتدرب مهارات عملية حيوية قوية تفاعلية ديناميكية. تفاعلية يعني فيها interaction، فيها فعل ورد فعل. ديناميكية يعني قابلة للتطوير دائما، عشان برضو الناس اللي تسمع الكلام ده تعرف ايه معنى الكلمات دي. طيب، والناس بتدخل الجامعة وبيتخرجوا التعليم في وادي والسوق العمل في وادي خالص. لو سألت حضراتكم الحل فين، تقدر تقول لي ايه الحل؟ خالد انت بتقولي اللي عايز في ناس كده. انا اقول لك على حاجه يا خالد، وانا يعني انتوا احبابي وبكلمكم بمنتهى الصراحه، انا ساعات بيطلب مني دورات في دبي، في الكويت، في قطر، في اي مكان. الشرط الاول من مركز التدريب ان انا ما درسش، يعني هما بيقولوا لي عشان نقبلك كمدرب احنا مش مهم عندنا السي في بتاعك، احنا مهم عندنا ان انت ما تدرسش، احنا جبنا الدورة على حس السي في بتاعك. بس اهم حاجة بالنسبة لنا، الشرط بتاعنا الوحيد ان احنا مش عايزينك تدرس. طيران وفندق واعاشة واقامة وتاخد فلوس كويسة جدا، وبس من فضلك احنا مش عايزينك تدرس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم استخدموا السي في بتاعي ان الخبير احمد حبيب في كذا 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 بيقدم الدورة الفلانية، ف وزارة العدل الكويتية مثلا من حوالي كذا بعتت وفد قابلته في دبي، كنت بدرس لهم حاجة اسمها الحكومة الإلكترونية. فكان شرط المكان ان لا ما تدرسش. طب ليه؟ اصل الناس جاية سياحة، هينتقل المتدرب من الكويت الى دبي وسياحة، فاصبح ان الموضوع كله في ضمير المدرب، في ضمير المدرب. يعني هو هيقدم ايه، هيقدمه ازاي، هيشوق الناس ان هم يقتطعوا من وقتهم اللي هم جايينه ده ويبقى للدورة، او يستسلم يقول خلاص يعني هو الموضوع كده، اروح اقعد في الفندق واشرب واقابل صحابي واكلمهم ويجوا لي واروح وبتاع وخلاص وانا استفدت. ايه رأيكم في حاجة زي كده؟ وبالتالي المدرب اللي ضميره بيقول له لا اشتغل بجدية وعنده رسالة ومؤمن بالعمل التنموي، والتدريب بالنسبة له مش مجرد ان هو محاضرة بتخلص وخلاص، دي علاقة مفتوحة مع المتدربين الى ما لا نهاية، الى اوسع نطاق، وان هم هذا المكان جايين ياخدوا فيه معلومة حقيقية لها الوجه التطبيقي بتاعها الصادق المتفوق الى اخره. هذا المدرب ده حد عنده رسالة، او واحد يقبل يقول خلاص ماشي مفيش مشاكل انا عادي ويخلص الموضوع. تاني للسؤال، تاني برجع للسؤال، في وجهة نظرك عشان يبقى عندنا تعليم بجد، في وجهة نظرك البسيطة من زاويتنا احنا كشباب، من زاويتنا احنا ناس باحثين عن التطبيق وزي الكلام ده يفيدنا في حياتنا العملية، ما احناش مؤسسين، ما احناش منظرين للجامعات ومؤسسين للمناهج، لا احنا بنتكلم من زاويتنا، كيف شايف ان الجامعات والمعاهد التدريبية وخلافه، هذه الجامعات وهذه المعاهد كيف تؤتي ثمارها، وكيف يكون العملية التعليمية تأثير وفائدة تخلي الناس تتلهف عليها؟ قول لي كده. نطور المدرس او المحاضر. نجلاء رائع جدا يا نجلاء. الاهتمام بالجانب العملي، كلام مش صحيح يا مصطفى. لازم يبقى العملي والنظري مع بعض. ها، ما هو انت عندك حق يا مصطفى، انت عندك حق، انت بسبب ان النظري ثيوري ثيوري كده ملوش تطبيقات عملية تؤكد هذه النظريات، انت اضطريت تقول عنه حشو.
لكن هو فعليا مش حشو، لا تميز إلا بتزاوج النظري مع العملي. استخدام أساليب جديدة تلفت الطالب. عايز أقول لكم إن أنا عامل مجموعة من التقنيات لجامعة الملك فيصل في المملكة في التعليم، تغير تماما من أسلوب الكتاب العادي والعمل التعليمي الروتيني إلى المالتي ميديا، وإزاي توصل المعلومة من خلال المالتي ميديا أبليكيشنز والمالتي ميديا برزنتيشنز والكمبيوتر جيمز والموبايل أبليكيشنز. ففي توجه في ده فعلا حاجات كويسة، بس برضو عايزين بقى بطريقة تفكير نغير، نجيب الموضوع من الأصل. غادة لازم يكون المدرب على تواصل مع المتدربين. أنا بتكلم، يلا قولي لي كده يا غادة وجهة نظرك، المنظومة التعليمية أو المنظومة التدريبية حاجة على قدنا، المنظومة دي كيف تكون أفضل ما يكون؟ اللي هيجاوب الإجابة اللي أنا عايزها هديله محاضرة مالتي ميديا وجرافيكس هدية مجانا. يلا ممتاز يا فاطمة، كلام رائع. والعلم العملي قالته أمير وقاله مصطفى إبراهيم وشكسبير، نعلم المدرس أولا. لذيذ شكسبير. ألا أيها المعلم هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وذي الضنا، كي ما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك أولا فانهيها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، وحين ذاك يقبل ما تقول وينفع التعليم. ترك المعاصي. أشكرك يا مصطفى. شكوت لوكيع سوء حفظي. إمام الشافعي بيقول شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أساليب تفاعلية قلناها يا ضاحي، الإخلاص، لا يا خالد مش يكونوا أحمد حي، يكونوا أحسن، وإلا الدنيا. أسأل الله أن يغفر لنا ما لا تعلمون ويجعلنا أفضل مما تظنون. الإخلاص مهم جدا، حرف الإس. أنا أوافقك بشدة، الإخلاص يعني أي عمل بدون إخلاص لا يبارك الله فيه. وزي ما قلنا في المحاضرة التانية ناس ترجع لها، قد إيه علاقتنا بربنا بتأثر فينا. أتمنى من الناس الحضور يسمعوا المحاضرة الأولى والمحاضرة التانية. ما يلائم الطالب يا سمر، ده نقطة مهمة جدا. الضمير في أي منصب مهم جدا يا سارة مجدي. حرية الحوار عشان نسمع منه ونتفاعل معه أكثر وأكثر، والتخصص يكون فيه إرشاد أكاديمي. وبالفعل في الجامعات المحترمة حاجة اسمها مساق الإرشاد الأكاديمي. طيب هقول لكم برضو وجهة نظري في ملف التعليم أو في ملف التدريب، وانتوا تخيلوا معايا. يعني تاني نلعب الجيم تاني، عندنا الكوكب بتاعنا في مشاكل في التعليم، في مشاكل في التدريب، وهننتقل الى الكوكب التاني اللي هو بيقول لنا طب انتوا عايزين المعاهد ازاي، عايزين الجامعات ازاي، عايزين التدريب ازاي، عايزين ده كذا ازاي، كذا ازاي، كذا ازاي. فلكم ان تتخيلوا كده الصورة اللي احنا رايحين لها دلوقتي في الكوكب الجديد، الصورة اللي احنا رايحين لها في الكوكب الجميل الجديد. انا متخيل ان احنا محتاجين تدريب اولا يدرس احتياجات المتدربين، يدرس احتياجات السوق، مش يدرس احتياجات مين بيبيع اكتر، مش يدرس احتياجات انهي دورة المتدرب بيدفع فيها اكتر وبس. عمركم شفتوا مركز تدريب بيقول هو المجتمع ده محتاج ايه عشان ينهض؟ فعمل رصد لمجموعة من الدورات ومجموعة من المهارات ومجموعة من التقنيات، وقال هذا المجتمع أولى له بالتقديم الآن المهارة الفلانية والمهارة الفلانية والمهارة الفلانية. المجتمع ده محتاج مهارة التعايش مع الآخر، المجتمع ده محتاج مهارة التحفيز نحو الهدف وإنجاح المشاريع وإدارة عجلة الإنتاج، المجتمع ده محتاج كذا أو محتاج كذا. عمركم شفتوا مركز تدريب له هذا النوع من التفكير؟ قبل ما اكمل معاك وهقف معاك ثانية، كان عندي طالبة اسمها آلاء. الطالبة دي انا بعزها جدا جدا جدا،
وهي إماراتية الجنسية، والتقيت بيها في دورة حول مهارات صناعة تطبيقات الوسائط المتعددة. وبعدين أنا بقول الكلمتين دول كده وبتكلم، فقلت أنا نفسي بقول للمتدربين نفسي أعمل يعني مركز تدريب كذا وكذا، فقالت لي كلمة خبطتني وكأنها صفعة كده تفوق. قالت لي يا أستاذ أحمد، بس اللي أنت بتتكلم فيه ده حاجة محتاجة راجل قلبه قلب يعني قلب قوي يمشي في الطريق ده وما يرجعش فيه أبدا، ولو اختاره يتحمل المشاق اللي فيها. فطبعا يعني انا ساعتها عايز اقولها يا اختي مش شايفاني ممكن اعمل كده ولا ايه، ولكن هي بتقولها من قلبها وهي واعيه لما تقول وعارفه بتقول متى وكيف ومجاوبه على كل التساؤلات. هي متربيه تربيه غاليه قوي. فتعالوا نكمل كده. فعمركم شفتوا مركز تدريب اولا بيبص البصه دي؟ مين فيكم يا شباب بعد 5 سنين بعد سنتين او بكره لقيناه بيبدا في الحلم ده، لقيناه بيبدا بيقول انا هكون صاحب مركز التدريب ده؟ أكاديمية منتقى الدارين، أنا مش بقول الكلام ده عنها لأن إحنا عاملين البرنامج من خلالها، لكن أنا شفت الناس بتوع أكاديمية منتقى الدارين. قابلت أخونا الأستاذ إبراهيم نصر في الرياض من حوالي 3 أسابيع، وشفت الروعة وفهمت منه وعرفت عايز يعمل إيه، وأكاديمية الدارين دي إيه الهدف منها، وعدد كبير من المستشارين فيها وحلمهم إن هم يقدموا عمل جاد قوي نافع صالح مصلح يفيد الناس إفادة حقيقية إفادة مباشرة. فهل في حد فينا ممكن يبعت لي على الإيميل زي ناس كتيرة جدا منكم ما شاء الله وقلنا بعض الأحلام دي المرة اللي فاتت وبعض الرؤى دي المرة اللي فاتت، مين تاني يبعت لي ومن ضمن أحلامه أنا على استطاعة إن أنا أعمل مركز تدريب أو أكاديمية تدريبية بالمعايير اللي هنقولها دلوقتي ويقول أنا صاحب هذا الحلم؟ فاكرين المرة اللي فاتت المحاضرة اللي فاتت على طول أنت صاحب المشروع، يلا مين صاحب المشروع وربنا يفتح علينا جميعا. ده أول حاجة مركز تدريب أو أكاديمية تدريب بتقول الدنيا تمشي إزاي، أول حاجة مجتمع محتاج إيه عشان ينهض وأنا هبدأ ألبي الاحتياجات دي. وبعدين رقم 2 مركز تدريب بيعرض المعلومة الصادقة، وبيعرض المعلومة وهو بيعزز من العلم. أول حاجة بيقول اسم الدورة ومحاور الدورة بجد بصدق بشيء من الوضوح بشيء من الشفافية، مش بيقول بس كلام يجذب الناس وجوه الدورة الكلام ده مش موجود، أو يتكلم عن مدرب وعند آخر لحظة يقول المدرب اعتذر ويجيب مدرب أرخص منه يدخله مكانه أو لا. مركز تدريب يحترم عقل وقلب الجمهور والمتدربين ومن يستقبلهم سواء اونلاين او اون لايف او اون اير على النت او في مراكز التدريب او في التلفزيون. وفي نفس الوقت انا اسف في الكلمه، مش مركز تدريب زي البقاله يقول لك خد دورتين والتالته مجانا. طب دي 250 لو خدت اللي جنبها تبقى ب 150. لا، هو بيقول السعر وهو مركز تدريب شاطر عارف ازاي يجيب منح للمتدربين فيخفف من عليهم شوية، او يحط فكرة اعلامية ودعائية مع الدورة التدريبية فيجيب سبونسر يجيب راعي يشيل من تكلفة الدورة علشان تبقى دورة بنفس الجودة مع نفس المدرب بنفس الخصائص والامكانات ومعايير الجودة المطلوبة وفي نفس الوقت تكون رخيصة. شايفين يا اخواننا الحل يجي منين؟ طيب وبعدين ننتقل لحاجة اسمها ان مفيش دورة كده على طول، في حاجة اسمها زي تحديد مستوى، وفي حاجة جميلة جدا بتعملها الجامعات المحترمة اسمها مساق الارشاد الاكاديمي، بيقعدوا مع الطالب اللي جاي من ثانوي يعرفوا دماغه في ايه ويقولوا له الدنيا فيها ايه في الجامعه وفي الكليه والاقسام والتخصصات وفي سنه اولى هيعمل ايه وتانيه لما يجي يتخصص يروح فين، عشان الطالب يبقى عارف هو ايه الدنيا فيها ايه. وبعدين يجي يعملوا معاه بقى اللي احنا عملناه في برنامج خطوه بخطوه في اول حلقه، يقولوا له خد بالك انت ايه بتحب ايه عشان نكتب مع بعض ونبني مع بعض رؤيه ورساله واهداف وادوات تمشي عليها ل 4 سنين. تخيلوا معايا كده مركز تدريب بيفكر بالتفكير ده، قعد مع المتدرب وقال له انت بتحب ايه؟ يقول والله انا بحب الجرافيك ديزاين بس انا ما اشتغلتش على الكمبيوتر كفايه، انا اشتغلت على الهاند ميد، انا برسم بخط ايدي كويس قوي. فيسأله طب انت ميولك ايه مع الكمبيوتر؟ فيقول انا بستخدم انترنت عدد ساعات قد كده. فيبدأ الشخص اللي قاعد يربط ما بين مهارة الرسم اللي عند الولد ده وبين مهارة ان هو بيحب يقعد على الكمبيوتر فترة طويلة ويوظف الرسم داخل
هذا الوقت فيطلع منه جرافيك ديزاينر بعد ما يستخدم برنامج زي ادوب فوتوشوب او كوريل درو او الى اخره. فحتى اللي قاعد ده الدكتور او الاستاذ اللي بيعمل للطالب ارشاد اكاديمي وبيكلمه وبيكتب معاه هو هيروح على فين ويحدد له رؤيته ورسالته واهدافه وادواته، هو شخص مش مجرد موظف زهقان وقرفان وطهقان وعايز يخلص اليوم الوظيفي بتاعه ويجري يمضي انصرافه ويطير. ده واحد عنده رسالة ان بين ايديه امانة، بين ايديه امانة اسمها متدرب او متعلم او طالب هيكون في ال4 سنين دي اما بذرة تتبني فتخرج بعد 4 سنين مخرج جيد، منتج بشري زي ما احنا بنسعى في برنامجنا ده خطوة بخطوة ان هو يكون حاجة كويسة، او يقعد ال4 سنين عمال يحبط 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 يحبط، في السنة الرابعة يخرج سفير شر وسفير سيء وسفير غير مناسب للجامعة بسبب هو ده اللي احنا اللي صنعناه كده. متخيلين معايا يا اخوانا الموضوع ماشي ازاي؟ حصل موقف، يعني انا تشرفت ان انا عملت في جامعة الخير في كلية الاعلام جامعة الشارقة، هذه الجامعة العريقة الجميلة الكبيرة، هذه الجامعة التي طبعا يعني لصاحبها الشيخ سلطان القاسمي، الشيخ دكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وهذا الرجل الكبير العظيم فيه من الصفات الحميدة، يعني أسأل الله أن حكام العرب تغير منه وتعمل مثل صنيعه، تصنع مثل صنيعه، رجل يحب العلم والعلماء وهو كاتب مسرحي وإلى آخره. في جامعة الشارقة في كلية الإعلام أنا عملت 3 سنين، ويمكن عندي على اليوتيوب يعني أشياء كثيرة من مشاركاتي مع الطلبة والمحاضرات، في حوالي 120 محاضرة فيديو مصورة فيديو موجودة على الويب سايت على اليوتيوب تشانل بتاعتي، كانت محاضراتي مع المتدربين. المهم فكان مثلا تيجي طالبة تقول لي أستاذ أحمد أنا مش طايقة مثلا مادة زي مادة أخلاقيات الإعلام، ليه يا بنتي؟ مش فاهمة حاجة. ليه يا بنتي؟ والله الدكتور مش أنا مش فاهمة حاجة، أنا مش فاهمة حاجة، والدنيا والمحاضرة دمها تقيل والناس بتنام وبتاع، مع إن الكلية مجهزة أعلى تجهيزات والجامعة في أحلى صورة ليها، يعني الناس اللي تخشها والناس اللي تعرفها حاجة رائعة جدا جدا جدا، ولكن يمكن الدكتور ما عرفش يدوس فين الكلاك عند البنت دي، فين ممكن تبدو الفائدة وتكمن الفائدة. المهم فقلت لها طب هاتي لي الكتاب وتعالي لي في المكتب. فجابت الكتاب وجت، قلت لها قبل ما افتح الكتاب وقبل ما اقرا سطر واحد، انت دخلت كلية الاعلام ليه؟ قالت لي بحب الاعلام. قلت لها طيب مين من الاعلاميين او الاعلاميات بتحبيهم وبتحس ان هم قدوتك ومثلك الاعلى؟ فقالت لي خديجة بن قنة اللي في الجزيرة، انا بحبها جدا. قلت لها بتحبيها ليه؟ قالت لي عشان حجابها وعشان مهنيتها عالية وعشان بتلتزم بكذا وكذا 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 وكذا. قلت لها عارفة اللي انت قلتيه من شوية ده؟ هو ده أخلاقيات الإعلام. وصلت الفكرة؟ قلت لها اللي انت قلتيه من شوية ده هو ده أخلاقيات الإعلام. إيه رأيك هفتح لك الكتاب وحطه صباعي عشوائيا على أي سطر؟ هتلاقي ان انت قلتي من شوية مضمون هذا السطر ان ما كانش بالنص كمان. ففتحنا الكتاب لقينا انه بيتكلم عن اخلاقيات الاعلام، ميثاق الشرف الاعلامي، وبيتكلم عن الصدق والحيادية والنزاهة والمباشرة والرأي الاخر وامانة الاعلام، وبيتكلم عن رسالة الاعلام، هو ده اللي انت قلتيه من شوية. فالبنت بقت تحضر المحاضرة بعد كده من هذه الفلسفة، من هذه الزاوية، فحبت الدكتور حتى لو هو لسه دمه تقيل مثلا. يعني طبعا انا ما اقدرش اقيم الدكتور ولا هي كمان تقدر تقيمه، ده حاجة راجل خبرة، ولكن ده الحاصل، ده الواقع، ده الارسال والاستقبال، وهو اللي سبب المشكلة دي، وبقت تحب المحاضرة جدا 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 جدا، لان جت للمحاضرة في المرة التانية وفي التالتة وبعد كده انسوان من هذه الفلسفة. نحن نريد تعليم وتدريب مفلسف، لماذا نتعلم بشكل عام، ثم لماذا هذه المادة تحديدا، وكيف نسقطها في واقعنا إلى آخره. طيب
مش بس كده يا شباب، قبل ما اكمل معاكم في ملف التعليم والتدريب وعايزين المراكز تبقى عامله ازاي، اسال سؤال: هل وصل لكم في محاضره النهارده، في لقائي معاكم النهارده، طريقه التفكير؟ شفتوا طريقه التفكير فين؟ لما تيجي تبص وسع السكوب بتاعك، ما تبصش تحت رجليك. انا لما سألتكوا لو في مشكلة كبيرة الناس مش حاسة بيها، وفي مشكلة صغيرة الناس مكبراها، ده يبقى ايه؟ ففي واحد كتب مش متذكر اسمه قال ده معناه ان المجتمع او الناس بصة تحت رجليها. اشكرك يا منال، البرسبكتيف، ابص من كل الزوايا، ولازم نقتنع بالشيء اللي بيعمله يا خالد. احييك مها في طريقه توصيل المعلومه، جميل، بس برضو ادخال التفكير اكثر عمقا. انتوا عارفين ان مفيش حاجه في الدنيا ملهاش البعد الثالث؟ عارفين الورقه، ورقه الكراسه، ليها بعد ثالث، يعني هي ليها اكس وواي وزد، زد ده البعد الثالث. انتوا عارفين اي حاجه في الدنيا لو البعد الثالث بتاعها مش موجود تختفي، ما تتشافش؟ ولو كان الزد ده اللي هو العمق ده جزء من جزء من 10 من 1000 من مش عارف ايه في المية. هنتكلم بقى يا سارة ازاي نوسع الرؤية ونوسع الحاجات دي، هنتكلم. اشكرك يا فاطمة، و فاطمة الزهراء بتقول كلام جميل جدا، على فكرة أنا أختي اسمها فاطمة الزهراء. أشكرك، ده كلام رائع جدا جدا جدا. هنسترجع مجد الأندلس اللي بقت أسبانيا، ولو شفنا وشفنا تاريخ طبعا كلامك يا فاطمة جاب لي شجون. نحن نريد مجتمعات حية، مجتمعات تنبض بالخير بجد. خلوني اقف معاكم في محطة تالتة، بس هي محطة مشتركة. انا اسف ان انا طولت عليكم، خلاص احنا بنختم عشان نبدأ الساعة بتاعة الاسئلة. خليني كده اقول لكم على نقطة مهمة قوي 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 يا اخوانا. احنا فتحنا ملفين النهاردة نشوف من خلالهم طريقة تفكير، ملف الاعلام وملف التعليم. خليني اقول لكم على حاجة مهمة قوي، وتناقلوا هذا الكلام بين زمايلكم بين مجتمعاتكم. عايز اقول لكم ان سبحانك يعني سبحان ربي العظيم. عايز اقول لكم ان لا يصح الا الصحيح، وانصاف الحلول ما تنفعش، واللي خلقنا هو اعلم بينا سبحانه وتعالى. قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى عما يصفون. فاللي خلق اعلم، واللي خلق أعلم بحالنا غني عن سؤالنا. وهو سبحانه وتعالى وضع في الأديان السماوية، في الشرائع السماوية، مسلم أو مسيحي، وضع المنهج الرباني النوراني اللي لو مشينا وراه هننجح دنيا ودين. ولما الناس تحولت وتركت ما يريده الله إلى ما تريده أنفسهم ضلوا. وكتب الله سبحانه وتعالى: لا نجاح ولا نجاح إلا من خلاله سبحانه وتعالى. الآية بتقول يا شباب، بتقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. الناس اللي بتعمل السيئات متخيلين هم هيعدوا يعني، هيفلتوا يعني؟ إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن أشد الظلم يا شباب إنك تظلم نفسك. كم مرة جه في القرآن أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كم مرة ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. انت اللي تعديت حدود ربنا سبحانه وتعالى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الى اخر هذه المعاني اللي موجودة في كل الاديان، موجودة في كل الشرائع والاعراف. نحن نريد حياة بجد. نحن نريد حياة كما يريد الله مننا. احنا نريد اطار، زي ما بدأنا الكلام في الاعلام، نريد اطار ايماني اخلاقي تثقيفي توعوي جيد جاد، واضح الرؤية واضح المعالم، عشان نملاه. ده الوعاء اللي هيشيل، بدونه مهما عملنا العمل ده هيسقط، لان اي حاجة بدون وعاء هتسقط.
ممكن بعد اذنكم يا شباب، ممكن بعد اذنكم يا بنات تتبنوا الكلام ده، وصلوا الكلام ده لآفاق يا اخوانا. لا حياة لا نجاة الا بمرضاة الله سبحانه وتعالى. وبعدين الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، فالذي خلق اعلم. خلاص الخلق بتوعه، سلم الخلق للخالق. ليه بتتدخل في حاجة انت ما خلقتهاش؟ يا سيدي لو انت خلقت مجموعة من الناس، روح علمهم وحط لهم قوانين وفهمهم وقول لهم. لكن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعلم حالنا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فاترك ال 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 يعني حتى بيت الشعر بيقول سلم الأمر تجدنا أولى بك منك، سلم الأمر لله تجد الله غفورا رحيما. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طريقة التفكير الأفضل، طريقة التفكير الأمثل، طريقة التفكير الأكمل بالكاف والأجمل بالجيم، هي أن تسأل الله يا رب في الجزئية الفلانية أنت عايز الدنيا تبدو إزاي، فتعرف وبعد كده تبني بقى من ثقافتك ومن تعلمك ومن درايتك على مراد الله. لكن مهما بنيت على مراد غير مراد الله هبأ. يعني أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أين فرعون وهامان؟ أين من تجبروا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. قلنا المعنى ده بوضوح في المحاضرة التانية، أتمنى تشاهدوها وتحملوها وتعيشوا يا شباب وتعيشوا يا بنات مع هذا المعنى. الموضوع جد خطير. ابني على مراد الله، الله يساعدك ويكون ثالث الشريكين في الأعمال، ويكون يعني ما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فتستفيد بمعية الله سبحانه وتعالى. الواحد لما بيروح يفتح حساب في بنك فيقول له لو سمحت أنا عايز حاجة حساب جاري، يقول له طب ليه؟ طب ما تاخد حساب توفير 6.5% وبما ان الفلوس كده كده موجوده فتاخد عليها فوائد بلا بلا بلا، بغض النظر نتفق او نختلف مع البنوك، ولكن لله المثل الاعلى، لله المثل الاعلى. طيب ما انت عندك كريدت اسمه معيه الله سبحانه وتعالى، ليه ما تاخدش يعني معيه الله معاك؟ والله العظيم تنام نص ساعة ياخد بإيدك. يا شباب أنا بقول الكلام ده وأنا عارف أنا بقول إيه. أنا واحد كثير السفر وعايز أقول لكم يعني لا أملك في حياتي إلا معية الله سبحانه وتعالى، وبحس قد إيه معية الله في كل حركة وسكنة في حياتي، وبحس قد ايه ان الله سبحانه وتعالى بيوجهني. وانا كنت فين وبقيت فين؟ كنت فين من حيث ان انا معيش اي ادوات ولا فلوس ولا وسطة ولا 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 من 12 سنة. واتمنى الناس تخش على اليوتيوب او حتى انا ممكن اجيب لكم الرابط. قلت القصة دي باستفاضة في مقابلة معي في قناة رأس الخيمة، وكيف فتح الله سبحانه وتعالى ببركة العلم وبركة عطاء العلم. انا بيملكوا الرابط اهو، هو كذا جزء، ده الجزء الاولاني وانتوا حاولوا بقى تاخدوا الاجزاء التانية. اهو حطيت لكم الرابط على ال مظبوط يا فاطمة، دي كانت المحاضرة التانية. اعرف قيمتك واعرف قيمة ربنا على طول، نتيجة تلقائية تفر لله سبحانه وتعالى. اشكرك. خلوني اكد على المعنى ده تاني يا اخوانا. الله سبحانه وتعالى عبدي إن فعلت ما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تفعل ما أريد لم أكفك ما تريد، ولن يكون إلا ما أريد. وقلنا المعنى ده في المحاضرة الثانية بوضوح، أتمنى
الناس ترجع لها بوضوح وبقوة وبشكل تطبيقي بشكل عملي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم. النهاردة كانت محاضرة النهاردة نغمشة كده وخربشة كده في طريقة التفكير. عايزين طريقة تفكير اعتدالية معتدلة وسطية حكيمة قريبة من صوت الحق صوت العدل. وقلنا المرة اللي فاتت أينما وجد عدل الله فتم شرع الله ودينه. العدل أساس الملك، العدل أساس كل الحياة الناجحة، التطبيق ثم التطبيق. أنا خلصت كلامي، هي بس كانت المحاضرة النهاردة في هذا الاتجاه. المحاضرة الجاية يعني مفاجأة، فأتمنى تدعوا كل أصحابكم يجوا إن شاء الله. هناخد خطوة كده كبيرة بإذن الله تعالى في طريقنا، في خطوة بخطوة. اللي عنده أي استفسار أو عنده أي تساؤل أتمنى إن هو يطرحه. وإحنا معانا بالظبط نص ساعة وأترككم بعدها بإذن الله، ولا تنسوني ولا أنساكم من الدعاء. إحنا عندنا المحاضرات كل يوم جمعة واثنين من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 بتوقيت القاهرة، أي من 11 لـ1 بتوقيت مكة. بإذن الله تعالى إن شاء الله. الناس اللي عندها أحلام ورؤى وعندها اقتراحات وأفكار فلترسلها على الإيميل وتقول لي ونتناقش. الحمد لله أنا استقبلت عدد كبير الفترة اللي فاتت، وأتمنى المزيد والمزيد والمزيد، وبنرد عليكم جميعا. وتركت لكم رقم تليفوني كمان المرة اللي فاتت، اللي عايز يتواصل معايا في أي وقت يشرفني، أهلا به وسهلا. ايه المجال اللي بتدرسه يا مصطفى؟ الرقم موجود امامكم الان، هو 031-649-3001. بالعكس بالعكس يا بطل، اشتغل بقى على الالماني. احنا لسه بنقول ايه، فكر خارج الصندوق، فكر بطريقة مختلفة، طريقة متميزة. احنا اللي بنصنع مجالنا، مش مجالنا هو اللي بيحدد لنا احنا رايحين فين. غادة ابعتي لي الحالة بالظبط على الايميل. انت تقولي حاولت اكتر من مرة بس ما قدرتش الى اخره، ابعتي لي اكتر على الايميل الحالة بالظبط عشان اقول لك انت ايه اللي خلاكي مش عارفة تكملي، لان في اسباب كتيرة. لبيك ربي، اكتبي ان حبيبة احمد حبيب دوت نت ده الايميل، ايتو حبيبة ياهو دوت كوم ده الاكونت بتاع الماسنجر بتاع الياهو، احمد حبيب دوت نت ده السكايبي، الاكونت بتاع السكايبي اللي هو مكتوب قدامكم دلوقتي على الشات اللي هو احمد حبيب دوت نت. رشا وصلني ايميلك. اللي هو انهي بقى، فكريني بالظبط اللي هو انهي. انا فاكر ان وصلني منك ايميل او ردينا عليه المره اللي فاتت بس انت ما كنتيش موجوده. انت كنت موجوده المره اللي فاتت، احنا ردينا عليه في المحاضره. هل انت كنت موجوده المره اللي فاتت؟ تمام. احنا كل الايميلات اللي اتبعتت لنا او معظمها ردنا عليه المرة اللي فاتت. حملي محاضرة المرة اللي فاتت.
اهلا بنورنا، اهلا بحضرتك. صفحة البرنامج فيها المحاضرات اللي فاتت كلها، ايضا هديكوا اليوتيوب بتاع لينك اليوتيوب مباشرة. ثانية واحدة، طيب هو ده اللينك بتاع المحاضرة، آسف، اللينك بتاع اليوتيوب مباشرة. أنا في كتاب حطيناه عندنا على الصفحة، مش عارف الناس حملته ولا لأ. هل حملتوا الكتاب اللي احنا حطيناه؟ أول كتاب الناس تطور من نفسها. هجاوبك حالا يا إيمي، حالا. في كتاب حطيناه على الصفحة، ده أول كتاب أنا حابب الناس تقرأه، يزود من مهاراتنا ويشتغل كده علينا ويطلع لنا طروحات أكبر وأفضل. هل الناس حملت الكتاب؟ عندنا على الصفحة على طول، على الصفحة، خش على الصفحة هتلاقي الكتاب موجود. انا متاكد، انا داخل معاكم اهو عشان اشوف الكتاب موجود ولا مش موجود. انا متاكد ان هو موجود. الكتاب موجود على الصفحة، الناس تخش على الصفحة، أنا موجود حالا أهو، فالناس تدخل على الصفحة عادي جدا. الكتاب اسمه نظرات في كتاب العدد السابع للشخص، أو للشخص الأكثر فاعلية. العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية. فأنا أتمنى الناس تخش تحمل الكتاب ده وتعيش مع العادات السبع دي بشكل قوي وتستفيد منها. ودائما سأوافيكم على الصفحة بمجموعة من الكتب بإذن الله تعالى تفيد. إن شاء الله سأنتقي لكم مجموعة كبيرة من الكتب بإذن الله تعالى. إن شاء الله. انا بدعو كل الناس اللي معانا يعملوا شير للصفحة، احنا عايزين اكبر عدد من الناس يسمعوا المحاضرات عشان اللي ينضم بينا كمان يبقى داخل على نور، ما يكونش اول مرة يخش علينا. وفي نفس الوقت حتى ننشر هذه الطريقة من التفكير والطريقة من التناول مع اكبر عدد من الناس. طيب الايميل والحاجات كلها عندكم على البورد، على اللوحة مباشرة. والله يا مصطفى انت قلت نقطة برضو محتاجة انتباه، الناجح ناجح في كل حاجة، بس المشكلة ان احنا بناخد، يعني هو مصطفى بيقول دايما الناس الناجحة في حياتها بتبقى حياتها الاجتماعية مش ناجحة. لا، انجح في حياتك ولكن بالقدر اللي يخلي كل الزوايا ناجحة، ما تاخدش قدر كبير، لان انت مش مطالب في الدنيا ان انت تبقى 48 ساعة في ال24 ساعة، ولكن انت مطالب ان كل زواياك تبقى ناجحه بنفس المستوى، وبتوفيق الله تلاقي الموضوع اتظبط. ما تعرفش ازاي، ولكن هو منحه من الله سبحانه وتعالى، البركه في الوقت والبركه في مديحه عقيل. سؤال، اتفضلي. اللي قال سؤال وما جاوبتلوش عليه يبعت لي على الايميل وبرد عليه على طول.
والمؤمن مبتلى. طبعا يا خالد اشكرك. خالد بيقول لو انا مش قادر احقق اللي بحلمه دايما بحس باحباط من بكره، وده عشان الظروف اللي كل الناس عايشه فيها، بس انا عايز احقق حاجه من خلال الدراسه اللي انا بدرسها. انت بتدرس ايه يا خالد؟ طيب انا هستاذنكم في حاجه، لان طبعا الشات بيجري كتير، فانا مش انا هستاذنكم في حاجه، انا هكمل معاكم الاسئله لسه معانا وقت طويل. بصوا اللي عنده سؤال الان، انا هفتح دلوقتي بوست على الصفحه، اللي عنده سؤال يحطه على الصفحه وانا همشي معاكم سؤال سؤال، بس اكتبوا فقط اسئله، يعني الناس كلها تكتب اسئله وانا همشي سؤال سؤال. من فضلك ضع سؤالك هنا. أول سؤال يتحط على الصفحة الآن هجاوب عليه أول سؤال. يلا بسم الله. أنا كتبت البوست أهو في الصفحة بدل الشات. بس تكتب سؤال، يعني حط السؤال يعني مرة واحدة، مش على أكتر من مرة، عشان يبقى إيه الصفحة فيها أو كل كومنت ده سؤال. حط سؤالك على الصفحة مباشرة الآن وجاوبك عليك عليه الآن، عشان أنا الشات عندي يعني في أسئلة كتيرة، فمش إزاي تعمل مشروع يا أحمد غير تقليدي. أنت سؤالك أول سؤال جه على البوست، إزاي أعمل مشروع غير تقليدي. بص يا أبو حميد، هو السؤال طبعا فضفاضي اللي أنت بتسأله، إزاي أعمل مشروع غير تقليدي، ولكن في طبعا طرق ومعايير للمشاريع الإبداعية، ولكن هسألك شوية أسئلة وأنت جاوب عليها وبعتها لي على الإيميل، وأنا بناء على هذه الإجابات هقول لك إحنا ماشيين في أي اتجاه. أول حاجة، إيه نوع المشروع اللي أنت عايز تعمله؟ إيه الاتجاه اللي أنت عايز تعمله؟ رقم 2، أنت بتجيد إيه؟ التخصص اللي أنت بتجيد فيه؟ رقم 3، كلمني عن منافسيك شوية. رقم 4، عايز توصل لفين؟ رقم 5، الأدوات المتاحة، وبعد كده شرطة كده جنبها الأدوات المطلوبة. رقم 6، المهارات الخاصة فيك أنت يا أحمد، كلمني عنها شوية. بتجيد مهارة العرض، مهارة التفاوض، مهارة كذا، مهارة كذا، مهارة كذا، كلمني عنك شوية. املأ لي كل الأسئلة دي، املأ لي كل الفراغات دي، وهقول لك أنت إزاي تعمل مشروع غير تقليدي. يعني على سبيل المثال، لو انا احمد حبيبي كمدرب عايز افتح مركز تدريب، اللي انا ذكرته النهارده، واتمنى الناس ترجع للحلقه بعد ما نسجلها ونرفعها على اليوتيوب، دي المعايير اللي انا همشي بيها، وبالتالي بناء على الوجهه اللي انت هتحددها والمشروع اللي انت هتنتقيه في ضوء الاسئله اللي انا سالتها لك من شويه، هقدر احدد معاك ازاي تعمل مشروع غير تقليدي. السؤال اللي بعده بيقول، كيف أستطيع أن أتحمس للعمل؟ حط نية. يسرى المنديلي، حط نية. كيف أستطيع أن أتحمس للعمل؟ والله سؤالك ده إحنا نفسنا نفرد له كده إيه محاضرة كبيرة. إخوانا كلام مهم أوي 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 أوي. أنا بحس إن تخيلوا كده واحد عمال كل يوم الصبح يروح الشغل، ياخد المواصلات، يتهد في المواصلات، وبعدين يوصل الشغل بتاعه، وبعدين يقابل الناس، معاملات اجتماعية يومية فيها الكويس وفيها الوحش، فيها المحبط وفيها الغير محبط، وبعد كده يعمل لفترة طويلة، ممكن تطلع نتائج سريعة، ممكن ما تطلعش نتائج سريعة، وبيكرر العملية دي وتفاصيل كثيرة في هذه العملية أيضا، و يوم 2 3 4 10، شهر 2 3 4 10، سنة 2 3 20، وما عندوش نية وما عندوش رسالة. وفي لعبة بنلعبها كتير قوي بنقول عليها لعبة ليه؟ صحيت الصبح ليه؟ عشان أروح الشغل ليه؟ عشان أجتهد ليه؟ عشان يكون ليا دور فعال في المجتمع ليه؟ علشان أنجح ليه؟ عشان ياخد مكانة كويسة ليه؟ يكون معايا فلوس وأجيب عربية وشقة وأتجوز ليه؟ عشان أخلف ليه؟ عشان أكبر أموت. عارفين مستر عادي؟ عارفة يا يسرى فكرة مستر عادي؟
واحد اول ما ابوه مخلفوه سموه عادي، وبعدين ربوه تربية عادي وعاش عيشة عادية وكل حياته عادي، في عادي دخلوا انهي مدارس عادي، اي اعدادي عادي، انهي مدارس يعني في اعدادي انهي اعدادي عادي، انهي ثانوي عادي، انهي جامعة يخش هندسة ولا طب ولا اسنان ولا اعلام ولا ايه عادي. طيب بعد ما اتخرجت يعني هعمل ايه؟ والله تقديري ما يجيبش شغلانة، هشتغل اي شغلانة ازاي عادي. طب هتتجوزي مين؟ هو حد لا ايه عادي. وبعد فترة من العمر عادي 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 عادي، مات موتة عادية، كتبوا على قبره مستر عادي. يسرى عايزة تتحمس للعمل حط نية كبيرة، انا عايزة اخد بايد الناس اللي في العمل عشان اكون خليفة الله في الارض. يا خبر ابيض، ايه النية الكبيرة دي؟ ايوه مش اقل من كده، عشان اكون خليفة الله في الارض. لان ربنا سبحانه وتعالى قال صراحة للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. قالوا اي الملائكة، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. وكرم بني ادم، وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فإحنا معشر الناس حملنا هذه الأمانة، فنحط نية إن إحنا خلفاء الله في الأرض، نأخذ من صفات الله. هو المؤمن سبحانه وتعالى ونحن فينا إيمان، هو الحق وأمرنا بالحق، ونبدأ ننشر هذه الرسالة بين الناس. والله أعرف ناس بيروحوا الشغل فقط عشان ينشروا الفضيلة بين الناس، والله العظيم أعرف ناس مكتفين ماديا جدا ولكن بيروحوا العمل عشان يعني يكونوا سفير خير وسفير فضيلة بين الناس، واخد نية في حاجة زي كده. وبالتالي فهو كل يوم معاه حماس قوي وحماس جديد يسر. طيب هنتقل للسؤال اللي بعد كده. الناس اللي على الشات احنا بنستقبل الاسئله على الصفحه، ايمي اكتبي لنا سؤالك على الصفحه. اي حد عنده سؤال خش على صفحه الفيسبوك، صفحه البرنامج، واي سؤال عندك اكتبه هناك. جزاك الله خير يا يسرا. تعالوا ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول اسماعيل حمدي، انا في كليه هندسه حاسس اني ما بتعلمش صح او ما عنديش ثقة في اللي بيوصل لي المعلومة. خد بالك يا اسماعيل بيه، هنا في مشكلة كبيرة قوي، او في آفة اوعك تقع فيها، اوعك تقع فيها. فرق بين الواقع ان ممكن يكون الدكتور مثلا بيزعلكو او دمه تقيل او ما عندوش مهارات التواصل الاحترافية او الجامعة كذا او الى اخره، وبين ازاي استثمر وقتي واستفيد واطلع من السنين بتاعت الهندسة دي من الجامعة يعني بافضل حصيلة ممكنة في الدنيا. خد بالك لازم تفرق بين الحاجتين دول. اول حاجة وانت في الكلية انت مطالب ان انت تعظم الاستفادة. يعني ايه مطالب انك تعظم الاستفادة؟ يعني مطالب ان انت تشتغل صح، وتشتغل صح قوي، وتحاول لو المعلومة ما كملتش من الدكتور تكملها من الكتاب، ولو ما كملتش من الكتاب تكملها من زمايلك، ولو ما كملتش من زمايلك من على النت، ولو مش على النت في دورات وفي كورسات. انت يعني في مثل بالفلاحي كده وبالبلدي، اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. فرق بين واقع احنا عايزين نغيره وبندور على الاحسن والافضل، فرق بين حاجة زي كده، وفرق بين ان انت لازم تستفيد دلوقتي ولازم تشتغل صح دلوقتي ولازم يكون عندك قدرة كبيرة على الـ على الـ على الـ 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 التفاعل، وقدرة كبيرة على انتقاء الأفضل، وإن أنت تحسن وتجود من العلم اللي بيجي لك عشان تستفيد منه وتاخد منه أكبر كم تطبيقي يفيدك بعد كده. الشيطان ممكن يخش لنا ويقول لنا إيه يا عم ده دكتور دمه تقيل، أنا مش واثق فيه، يا عم ده مش فاهم حاجة. انا اسف الكلمه، ما تديش نفسك الحق ان انت تقيم الدكاتره عمال على بطال بالمنظر ده. ده مش فاهم حاجه، انا مش واثق فيه، مش عارف يوصل لي، ما عندوش حاجه يوصلها لي.
لا انا الراي المعتدل والفكر المعتدل في حاجه زي كده اركز في الماده بتاعتي واشوف اكتر الدكاتره المحبب الى قلبي اقرب منه. وانا شخصيا عملت كده واستفدت في 4 سنين جامعه لغايه لما خرجت بره الامن، وبعد كده اتجوزت، وبعد كده انتقدت، وبعد كده قلت هنغير ازاي وايه الموضوع والدنيا تمشي في اي اتجاه. لكن دلوقتي اوعى الشيطان يخش لك يبوظ لك الجزئيه دي تماما. انا نسيت سؤال قبليك عند اسماعيل حمدي في مصطفى ابراهيم، ازاي احب مجال عملي علما بانني مش بحبه خالص بس بحاول ومش عارف بقالي 4 سنين. هقول لكم على معلومه مهمه قوي يا شباب. اول حاجه صلاحيه المحل، اكتبها كده عطاء بين قوسين، وعايز اقول لك هتجاوبك على كل الاسئله اللي انت يعني ممكن تسألها. ايه صلاحية المحل دي؟ ايه الموضوع ده؟ صلاحية المحل باختصار اللي هي انا عايز قبل ما اشوف المشكلة دي مشكلة ولا مش مشكلة، هل انا مظبط نفسي وذهني صافي ونفسيتي صافية وعارف، او حتى لو هل انا صح؟ هل انا بفكر صح اصلا؟ طريقة تفكيري صح؟ برنامج خطوة بخطوة ده عشان يقول كده، هل احنا طريقة تفكيرنا صح؟ عشان لما نيجي نقيس بعد كده نقيس صح، وعشان لما نيجي نفكر بعد كده نفكر صح، وعشان لما نيجي نتفاعل مع الناس نتفاعل صح. انت دلوقتي بتقول انا مش حابب مجال عملي، نفرض المشكلة فيك، وانا دلوقتي جاوبتك وقلت لك غير وروح وتعالى، يبقى انا ضريتك ويبقى انت ضريت نفسك بالاساس. ولذلك انا هجاوبك اجابة وانت تكون امين على نفسك فيها. اعمل ما تحب حتى تحب ما تعمل. اسف، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. انت الان شغال حبه، قرب منه، صفي ذهنك، اترك المعاصي، فكر بطريقه ايجابيه، قرب من حلول الوسط، ابدا بحاجات صغيره بتعمل انجاز عشان تشوف نتيجه قدام عينيك. لو شفت نتيجه قدام عينيك هتحب الموضوع اكتر وتقرب منه اكتر والى اخره. دايما النتائج العمليه والنتائج القريبه بتدينا كده ايه همه لقدام وطاقة ان احنا نكمل. الحصان هما بيدربوه بيدوله حتة سكر عشان يكمل. فشوف ايه الحاجات اللي بتدي نتائج بسرعة وربنا يفتح عليك. لو عندك تفاصيل اكتر من كده ابعتها لي يا مصطفى على الايميل. طيب نورة فارس بتقول ازاي احول الفشل والاحباط لنجاح في اقل وقت ممكن؟ خدي خطوة يا نورة، اياك تسوفي. في عندي على التشانل في حلقة كنت عملتها على قناة الآن بعنوان اكتشف نفسك، من فضلك شوفيها. وكمان أنا هكتب لكم على هحط لكم على الصفحة دلوقتي، هحط لكم حالا أهو قاعدة كده، كنت قاعد مع الشباب في مكتبة اسكندرية. النجاح مش لمجرد النجاح، اوعى تخلي دماغك هي اللي بتوديك، هي اللي بتوصلك. كان اسمها ايه؟ ثانية واحدة. اهوت تاني بكرر، اتمنى الناس تعمل شير ل الحاجات دي. طبعا الرابط اللي هدولكم الان يا شباب ده رابط لنادي النخبة، اللي عايز يشترك معانا فيه اهلا به وسهلا. انا بلتقي مع الاحباب في اسكندرية وبنعمل بنؤسس لهذا النادي. ده نادي شعاره رحلة البحث عن مليون موهوب عربي. اتمنى تشاهدوا الفيديوز دي، ده الاولاني انا بحطه على الفيسبوك بيج. اول حاجة عايزين ننجح عشان هدف اكبر من مجرد النجاح. والفيديو التاني بعنوان اوعك تمشي ورا دماغك بدون علم. اتمنى الناس تبقى تشاهد الفيديوز دي، نركز مع بعض دلوقتي، ولكن ان شاء الله تشاهدوها ويكون فيها النفع والفائدة. ويا ريت يا ريت نوصل فكرة مشروعنا ده وفكرة الصفحة لاكبر عدد من الناس. طيب هرجع تاني للأسئلة.
فنورة، ازاي احول الفشل والاحباط لنجاح في اقل وقت؟ اول حاجة خدي نفس عميق. نورة استمعي للمحاضرة الاولى والمحاضرة الثانية، هم اساس البرنامج اللي احنا فيه ده، هيدوك الطاقة من الامل، ويدوك رؤية كده واسعة كبيرة حول ما يجب ان يكون. وشاهدي التو فيديوز اللي فوق دول اللي انا حطيتهم حالا دلوقتي في البوست الجديد على الصفحه دي اللي انتوا فيها دلوقتي، صفحه الفيسبوك مش صفحه الدردشه. والله المستعان. ايمان حسين بتقول ازاي احدد هدفي واعرف حلمي ايه؟ انا درست واتخرجت ومش لاقي حاجه اعملها خالص. كده سؤال في سؤال. اول حاجه ازاي تحددي هدفك؟ تحديد الهدف، مهارة تحديد الهدف باختصار شديد جدا جدا جدا، قلتها لكم المرة اللي فاتت. فكده لما قلت لكم هات ورقة وقسمها نصين، النص اللي على اليمين السلبيات والنواقص، سلبيات شخصيتي والنواقص في حياتي، النص اللي على الشمال الإيجابيات والإمكانات، حط إيجابيات شخصيتي والإمكانات اللي تحت إيديا. لما أجاوب على الصفحتين دول ابعتهم لي، أقول لك هدفك إيه، أو أقول لك إزاي تبني هدفك ساعتها. لأني بناء على ما عندي من سلبيات لازم أتخلص منها وقدرتي على ذلك، والنواقص اللي تحت إيديا، ففي حاجات ناقصة عندك مش ناقصة عند الآخرين، فعلى قد النواقص وفي المقابل على قد الإيجابيات اللي في شخصيتك والمهارات اللي عندك. حتى لو قلت لكم لو دمك خفيف اكتب دمي خفيف، لو بجيد بفن التفاوض اكتب الكلام ده كله، بالإضافة إلى الإمكانات، تحط الكلام ده كله قدام عينيك بوضوح، تقدر تحط هدفك في أنهي اتجاه. حلمك، اقرأي في سير الصالحين وفي سير الصحابة وفي سير العلماء، اقرأي في سير عباس محمود العقاد، وشوفي تراجم الناس دي كانت ماشية ازاي. يعني شوفي الناس دي بتفكر ازاي وطريقتها ازاي والسكوب بتاعها، المشهد، الرؤية، حدود الرؤية بتاعتهم واصلة لحد فين. فالعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. فمن كتر ما نشوف أحلام العظماء نقدر نلاقي حلمنا في وسطهم، ولكن أيضا بعد ما تعمل اللي أنا قلته لنورة يا إيمان. ابعتولي لو حد عنده أي حد بجاوبه على سؤاله. طبعا الاستشارة تحتاج إلى تواصل مع السائل، إن أنا أسأله وأعرف أكتر وهو بيقصد إيه، طب الحتة دي عاملة إزاي، عنده كام سنة، إيه العوائق اللي عنده. فإما بالتليفون تكلموني أو تبعتولي بالإيميل، أتشرف بذلك جدا. طيب أحلام بتقول عند بداية المحاولة لتحقيق طموحاتنا تواجهنا مشاكل محبطة جدا وتعيقنا كثيرا وتحبطنا، كيف نقدر نواجهها ونواصل المحاولة؟ وأيضا كيف تختار الأولوية، نختار الأولوية في رغباتنا وطموحاتنا لما تكون عديدة ومش ممكن نحققها مع بعض؟ ارجع للمحاضرة الأولى بوضوح، هتلاقي إجابة كبيرة على السؤال ده. أحلام علي المصري، يا دكتور انا هتخصص السنه دي في كليه هندسه ومحتار، كان نفسي ادخل كهربا بس الناس خوفتني ان كهربا اتصالات ما فيهاش شغل واكدوا لي على ده، مش عارف اعمل ايه. والله اسال دكتور يا علي، اسأل حد من المتخصصين، اسأل حد من الخريجين، القي نظرة على سوق العمل، مرة تنزل تشوف الشركات ومرة من خلال الانترنت. لو انت بتحب الكهرباء خد تحدي مع نفسك هتنجح فيها، واصل للنهاية، لا تترك الموضوع يمر، قاتل عشان حلمك. وقلت لكم المرة اللي فاتت او المرة اللي قبلها تحديدا، اللي عنده حلم وعاش عشانه هيوصل له في يوم من الايام، هيوصل له في يوم من الايام. خليني ابعت لكم برضو اللينك بتاع علمتني الحياة. جاوبت على سؤالك ده بالتفصيل. في الرابط ده انا هحطه فين؟ هحطه في البوست اللي فوق في كومنت في البوست اللي فوق وليس في بوست جديد.
هل وصل؟ الناس اللي بتكتب على الشات، احنا اتفقنا ان الاسئلة على الصفحة، الاسئلة على الصفحة على الفيسبوك عشان نوحد الايه الكيو، الطابور بتاع الاسئلة. طيب انا عامل فيديو اسمه هكذا علمتني الحياة، ده فيديو يعني حوالي ربع ساعة، برضو حاطه لكم اتمنى تشاهدوه. خلونا نكمل مع الاسئلة. ربنا يوفقك يا علي ويفتح عليك ويفتح لك فتوح العارفين. منال، كيف انجح وانا حلمي مو علمي، يعني حلمي ان يكون لي مشروع خاص، يعني شيء يحتاج للمادة، كيف اقدر احققه وانجح؟ ابدأي خطوة بخطوة يا منال، ابدأي خطوة بخطوة، بداية الالف ميل ميل، ابدأي خطوة بخطوة. انت مش عايشة، انت مش عايشة في مصر، انا بقول لك الكلام ده لكل الدنيا مش بس للناس عايشة في مصر. ابدأ خطوة بخطوة، وقلت لكم على تجربتي مع الحياة المرة اللي فاتت، وخد السلمة شيئا فشيئا والله يفتح عليك، وقرب من ربنا سبحانه وتعالى وياخد بإيديك، وابدأ اسعى جاهدا انك تحقق الافضل وتحقق الاحسن، وخد نية خير، هتلاقي توفيق غير عادي. وفي المحاضرة التانية قلنا الله الفتاح، هنعبد ربنا باسم الله الفتاح وليس فقط الرزاق وليس فقط المعطي. طب اشمعنى الفتاح؟ لانه الفتاح من صفاته يفتح عليك من حيث لا تدري، ولو فتح عليك من حيث تدري ده المعطي او الرزاق، لكن الفتاح من حيث لا تدري. فابدأي خطوة بخطوة، الاول تسقي نفسك بالمهارات وتاخدي العلم الكافي وتدرسي المشروع من كل جوانبه وتستعيني بمتخصصين وتستشيري ناس اكبر منك علما وسنا، خديها خطوة بخطوة وتابعي معايا على الايميل، وان شاء الله نشوف ممكن نوصل لفين مع بعض. احمد، عايز تبدأ حياة صحيحة؟ بالله عليك، بالله عليك تشاهد الحلقة التانية، تستمع الحلقة التانية، سؤالك ده جميل جدا، والحلقة التانية كانت بعنوان من هنا نبدأ، وانت سؤالك ازاي ابدأ حياة صحيحة، بالله عليك تشاهد الحلقة التانية. تمام، برضو انا هحط لكم حالا دلوقتي برضو فوق في البوست الحلقة التانية. الآن أهيت، الحلقة التانية هي غذاء لنا كلنا، المعنى اللي فيها اللي احنا قلناه وأكدنا عليه المرة اللي فاتت، اعرف قدرك، اعرف قدر ربنا، فر إليه، ارتبط بيه، هي دي البداية. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده. هيفا بتقول لي رغبة في ترك الصدقة الجارية، ولكن لم أعرف لحد الآن ما يمكنني أن أفعله. طيب هيفا، هل أنت عارفة إن أهم صدقة ممكن تعمليها، أهم كمان من إنفاق المال، إن أنت تتصدقي على الناس بعلم، إنك تعرفي معلومة وترسليها وتحققي توعية وتثقيف وتنوير وتدريب مفيد نافع للناس من خلال انك حاملة علم او ناقلة معرفة؟ كتير قوي بيسألوا عايز اعمل صدقة جارية، اعمل ايه؟ بناء المساجد كتير، وبناء الجوامع كتير، وبناء الكنائس كتير، وبناء وتوزيع المصاحف كتير كتير كتير، لكن عايزين صدقة جارية عملية. حتى لو تقدري تشتركي مع الناس وتعملوا مركز تدريب يدي اسعار مجانيه ومعايير اللي احنا قلناها وذكرناها في حلقه النهارده، دي حاجه رائعه، فكري بهذا العمق في هذا الاتجاه. ياسمين، اعتذر اني اتفصل ولم اتمكن، اللي ما لحقش يسمع سؤاله احنا هنحط الفيديو فايل ده او الصوت اللي انا بسجله دلوقتي ده
بعد قليل، مجرد ما اخلص معاكم بنص ساعة هتلاقوا الحلقة موجودة على اليوتيوب. طيب منال، صعب ما في وظائف حاليا كأن دراسة شيء مفيد مش مفيد، كأن درس شيء مش مفيد. ارجعي برضو الحلقة الأولانية يا منال، ارجعي الحلقة الأولانية. إيمان حسين بتقول صوت راح من عندي، ما سمعتش رد حضرتك على سؤالي. برضو اللي راح الرد على سؤاله يرجع للفيديو فايل بعد قليل. الآن انتهت الأسئلة، حتى الآن ما فيش أسئلة تانية على الصفحة. في كيف أعرف أنني أمشي في الطريق الصحيح؟ والله أنا بحييك، نفس السؤال بتاع أخونا الجميل، فين البداية الصحيحة؟ ازاي أبدأ بداية صحيحة؟ اعرفي، لو عرفنا البداية الصحيحة هنعرف احنا ماشيين صح ولا لا. فأنا هيلة بن رمضانة، لو أنا بقرأ الاسم صح، ارجعي للمحاضرة التانية أرجوك. أرجو كل المستمعين يرجعوا للمحاضرة التانية، أرجو كل المستمعين بقوة يرجعوا للمحاضرة التانية. الرابط عندكم فوق. الطريق الصحيح بوضوح أفردنا له ساعة كاملة مسجلة، يا ريت نركز فيها وهنحس قد إيه إن إحنا محتاجين نبدأ البداية دي. آلاء حسن، إذا كنت متميزة في مجال وأرى آخرون متميزون في مجالات أخرى لا أتقنها، أشعر بالإحباط ولا أعرف من أين أبدأ، فهل مطلوب مني التركيز في مجالي فقط؟ طبعا أبو بالين كذاب، دي حاجة. الحاجة التانية، كل منا له مجاله، والموضوع اللي بتتكلمي فيه ده شائع للأسف الشديد، وأنا بقولها للأسف، إن كتير من الناس، واحد عايزين نعمل مشروع، طيب مين المذيع؟ مين المعد؟ مين المخرج؟ مين المصور؟ هنعمل برنامج تلفزيوني. فالناس مثلا تلاقي الجمهور أثنى على الإعداد، كل الناس عايزة تبقى معدة، الناس قالت التصوير رائع يا خبر أبيض، ده الناس عملت كليب جامد جدا، كلنا نتجه ناحية المصورين، البرنامج التوك شو ناجح لأن المذيع عنده شخصية، الناس كلها تتجه ناحية المذيع ونسينا المخرج والمعد والمصور. لا، كل منا له مجاله وكل منا هينجح في مجاله. تمام، فطبعا تركزي في مجالك، وابعتي لي بقى اكتر يا على الايميل ايه مجالك وايه تخصصك وعملتي ايه وناويه تعملي ايه، وان شاء الله نكمل مع بعض باذن الله عن سؤالك. محمد عبد الفتاح بيقول بعت لحضرتك ايميل بعد محاضرة المرة اللي فاتت، احب اعرف طيب محمد اي ايميل؟ طيب اكتب لي على الشات اي ايميل. اكتب لي على الشات اي ايميل. مها عمر بتقول إيمان حسين مستر أحمد قالك تشوفي، إيمان حسين مستر أحمد قالك تشوفي مميزاتك وعيوبك وتحددي على أساسها. أشكرك يا مها، وارجعي برضو للفيديو فايل يا إيمان. كنت كريستو مستر أحمد، جميل أوي أوي ردك، جميل الرائع ده، هتعرفي انك ماشيه في الطريق الصحيح لما تلاحظي نفسك ان حالك اتغير للاحسن وتصرفاتك بقيتي مبسوطه منها وافعالك ايضا، والله اعلم. انا احيي الرد الجميل ده. ايضا اللي من حضراتكم عنده رد على هذه الاسئله، رد جميل يكتبه.
نستفيد منه والناس كلها، يعني كم كبير من الأسئلة اللي شايف إن في رد ممكن يرد بيه يشرفنا، وأهلا بيه وسهلا. الأستاذة هلا، أنا أستاذة جامعية في الإعلام وناجحة في ميداني، بس ساعات أحس إني قادر إني أقوم بأشياء أفضل. هلا من رمضان، أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضرتك. لو ركزنا إن إحنا نجيب أحسن ما عندنا في الإعلام، أقوى ما عندنا في الإعلام، أركز كل مجهوداتي في الإعلام، أدي كل عطاءاتي في مجال الإعلام، أقوي صلتي بما يجب علي ان انا اقدمه وافعله في الاعلام، انمي من مهاراتي التقنيه والالكترونيه فيما يخص الاعلام الالكتروني، ابدا اطلع جيل من تحت ايدي بنفس مهارتي واحسن واهتم بيهم، ابدا اعمل مشاريع صغيره في الاعلام واحط لها استراتيجي بلان، خطط طويله المدى كيف تكبر والشباب يتبنوها ويشتغلوا عليها في بحور. وانت استاذه كبيرة، فأعتقد إن ممكن حضرتك يعني مثل هذه الأمور أفضل وأقوى بكثير من إن إحنا نحط حاجة تانية مع الإعلام. ده وجهة نظري، وعلى حسب وقتك وإمكاناتك ممكن ترتبي الجدول والأشياء وأشياء كثيرة جدا. أحمد، السؤال الجميل اللي أنت كاتبه ده سؤال رائع، بس خليه بعد ما تخلص المحاضرة الأولى والتانية. عارف ليه؟ لأن ممكن حاجات كتيرة جدا عندنا يا شباب بعد ما نظبط الأساس تتظبط، ونفاجأ إن هي يعني كانت يعني خطأ بسبب إن في حاجات تانية خطأ، ولما ظبطنا الأساس والحاجات الأولانية اترتب عليها أشياء كتيرة جدا كنا متخيلين هي محتاجة مجهود منفصل. فدايما ابني على أساس جيد، وبعد كده حدد الاحتياج اللي انت عايزه بقوة ووضوح. معايا يا سادتنا؟ طيب، الأستاذ مهندس محمد عبد الفتاح ذكرني بالإيميل بتاعك. طيب بالعكس يا محمد، انت كنت موجود المرة اللي فاتت، انا اتكلمت عن الايميل بتاعك بقوة على فكرة. سارة، انا وصلني ايميلك حالا دلوقتي وهقراه بس بعد ما اخلص الايميل بتاع محمد عبد الفتاح. ايميلك ايه يا محمد عشان اطلع الايميل بتاعك؟ احمد حامد، احنا شغالين على صفحة الفيسبوك، انت على الشات فخش معانا هناك. لا، ايميلك ايه؟ الادرس بتاعك ايه؟ الايميل اللي انت بعت منه ايه عشان اطلع الرسالة بتاعتك؟ ايوه، لا، الايميل اللي انت بعت منه ده اللي هو DEW 23006 ده ما وصلنيش منه حاجة، فأنا هستأذنك بقى، هستأذن معاليك إن أنت تبعتولي تاني لأن ما وصلنيش، أو أنا تهت منه مش عارف. سارة مجدي، أنا وصلني إيميلك وبشكرك، حاجة رائعة جدا. سارة بتقول رؤيتي للعالم أن يكون منفتح ومتواصل جغرافيا وثقافيا وعالم فاضل ومثالي. رسالتي طبقا لدراستي هي ترجمة ما أقدر عليه من ثقافات مختلفة سعيا لتحقيق رؤيتي. أما الهدف فأنا لا أستطيع التفريق بين رؤيتي والهدف، أدواتي المتاحة هي دراستي ولكنها تحتاج إلى التطوير عن طريق أدوات غير متاحة. سارة، لا تستطيع التفريق بين الهدف والرؤية، ارجعي للمحاضرة، وأنا أتمنى الناس ترجع للمحاضرات تذاكر مش مجرد تسمعها فقط. محمد عبد الفتاح، أنت بعت لي عندي يوم الاثنين أهو. لا، ده السي في فقط مش الايميل.
أميرة مسلمة، أنت معانا دلوقتي على الشات؟ أميرة أنت معانا؟ أميرة عملت حاجة جميلة جدا، بس مش عارف هي مش موجودة دلوقتي. عملت حاجة رائعة جدا، اللي هي إن عملت مجموعة من التصاميم تعبر عن المقولات اللي احنا قلناها في المحاضرات اللي فاتت. فأنا بصراحة مش هنزلها بنفسي، أنا عايز هي اللي تنزلها. أيوة يا أميرة، أميرة موجودة هيت. التصميم اللي انت جميل الجميل اللي انت بعتيه ليا على طول، نزليه على الصفحة، انت نزليه بنفسك والناس تشوف ما شاء الله قد ايه كان معبر وقد ايه لذيذ. ممكن ناس تحول كل الافكار اللي احنا قلناها الى مثل هذا النوع من التصاميم، يوصل المعنى اكثر واكثر. ناخد السؤال اللي بعده. كنت كريستو، انا من المعجبين بدكتور احمد حبيب. اولا انا مش دكتور، واشكرك شكرا جزيلا، او اشكرك شكرا جزيلا. بارك الله فيك ونفع الله بك. انا عندي احلام كتير، ده احمد رشاد بيقول انا عندي احلام كتير واهداف اكتر نفسي احققها كلها. اوعى تختلط عليك الاهداف والادوات، واوعى ما تعرفش تحط اولويات. طيب انا هديكو حالا دلوقتي برضو رابط اهوت، احطه برضو فوق في البوست اللي هو اكتشف نفسك، واتكلمنا فيه عن الاولويات. معلش انا بعض الاشياء برد عليكم فيها برابط، لان هي بتبقى اتقالت قبل كده، فعشان نكسب وقت وعشان تحتفظوا بالماده بفضل ان انا اجاوبها لكم عن طريق الروابط دي. برجاء برجاء كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي ومعانا على الصفحه تعمل شير طيب دلوقتي احمد رشاد بيسال، ممكن اعرف حضرتك بتحاضر فين، ويا ترى ممكن نتجمع في مكان؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت، اي حد في اي دوله في اي محافظه داخل مصر خارج مصر حابب ينسق لمحاضره مثل هذه المحاضرات انا بديها مجانا، يعني فقط بس المكان او الدوله او البلد او الناس اللي بتدعوني بتتكفل بالانتقال والاقامه والاعاشه، لكن انا ما باخدش ولا مليم على هذه المحاضرات بفضل الله سبحانه وتعالى نهائي قطعيا. اي دوره تدريبيه في خارج يعني في خارج الجرافيكس وفي خارج الوسائط المتعدده وفي خارج الدورات الاداريه اللي بتطلبها جهات، انا ما باخدش عليها مقابل، هذا فضل ربي سبحانه وتعالى. فسؤالك الثاني، هل ممكن نتجمع في مكان؟ طبعا انا اتشرف ان احنا نتجمع في اي مكان الناس تقول لي عليه، وانا معكم باذن الله تعالى كما تشاءون. خلونا نكمل تاني. لبيك ربي، معلش حطي رابط الصفحة على الشات لأن في حد بيسأل عليها. أحمد رشاد بيقول أنا عندي أحلام كتير وأهداف أكتر من إني كذا كذا، أعمل في جهاز مجازي المحاسبات وأنت في دراستي في الاتحادات الطلابية، مش عايز أكون إنسان عادي. الله يفتح عليك يا أحمد، أرجوك استمع للمحاضرة الأولى تحديدا الأولى، ما شاء الله عليك، وأنا أحييك وبشدد على إيديك وبقول لك هو ده الكلام. ما ينفعش نعيش ونموت كده وخلاص. وعايز أقول لكم خالد بن الوليد وهو بيموت
طبعا مات على فراشه هذا البطل المغوار، قال قولة جميلة جدا وعجيبة جدا في نفس الوقت. قال: لطالما قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو نظرتم في ظهري ما وجدت موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة بسهم أو رمية برمح، وها أنا أموت على سريري حتم أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. بعد 110 غزوة منتصر بيتهم نفسه بالجبن. فتخيلوا بقى يعني إخواننا، في ناس عبادتها يعني عبادة عالية جدا، علاقتها بالله سبحانه وتعالى حاجة كبيرة جدا 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 جدا، ولكن دايما يقولوا عايزين ما نكونش عاديين، عايزين نكون الأفضل. فإلهي ضر عمر بن الخطاب وهو يموت رأسه على رجل ابنه، وبعدين قال له: يا بني ضع رأسي على الأرض، هما الاثنين قاعدين على الأرض، وبعد أغشي عليه ثم أفاق أغمى عليه وبعد كده فاق، فنظر لابنه وصرخ فيه وقال: يا بني ألم أقول لك ضع رأسي على الأرض؟ فقال عبد الله بن عمر لعمر بن الخطاب: يا أبتي، وهل قدمي والأرض إلا واحدا؟ فقال عمر بن الخطاب: ضع رأسي على الأرض، عسى ربي يرى ذلي فيرحمني، ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي، يا ليت أم عمر ما ولدت عمر، هو من 10 المبشرين بالجنة، وهو من هو فاروق الأمة. أنا بشكرك يا أحمد يا رشاد، أنت ذكرتني بهذه المعاني، أنا بحييك بحييك وأحبك في الله. فعلا ما ينفعش نعيش ناس عاديين، محتاجين نكون بالهاي كواليتي دي. وإن شاء الله الله معك ولن يترك عملك. استمع للمحاضرة الأولى والثانية، وبإذن الله تعالى تجد فيها الخير الكثير الكبير. السؤال اللي بعد كده، بعت الايميل هشوفه حالا دلوقتي يا محمد. على اي ايميل؟ اكتب لي بس على الشات اللي هو بتاع الغرفة. اي ايميل بعت؟ على اي ايميل؟ يسرى مناديل. احس بان الوقت لا يكفيني لفعل كل الاشياء المطلوبة مني في الدراسة. رتبي الاولويات، رتبي كيف تنظيم وقتي وما هو الوقت الذي. طبعا رتبي وبعيد عن التلفزيون شوية، وعن الإذاعة شوية، وعن الصحاب شوية، وعن الخروجات شوية، وعن الكلام في التليفون كتير، وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، هتلاقي ان اليوم فيه كتير اوقات. سامحوني مش هقدر اكمل معاكم اكتر من كده لاني مرتبط بموعد بعد قليل. اي نعم الساعة 1 بالليل، بس لسه عندنا اعمال واشغال. احبكم في الله جميعا. محمد عبد الفتاح، المهندس محمد عبد الفتاح، انا هرد على ايميلك باذن الله على الايميل. جزاكم الله عني كل الخير، اسالكم بالله الدعاء، لا تنسوني من صالح دعائكم. الرابط اللي حطها لكم فوق أتمنى تشاهدوها والصوت تستمعوا إليه، ولكم مني كل الحب والود والشكر والاحترام. وصيتي وطلبي من الجميع أنه يتعملوا شير للصفحة، شير للرابط اللي أنا اديتها لكم، بلغ ولو معنى ولو كلمة ولو سطر، شير في الخير زي ما بيقولوا. أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.